مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي الليلة، وهذه المتابعة والتغطية المستمرة على شاشة قناة الأهلي لكل أخبار استعدادات فريقنا الأول لكرة القدم في معسكره الخارجي في مدينة أليكانتي الإسبانية، وأيضا التطورات والسباق الأفريقي المقام على أرض مصر من خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019. طبعا الكل بيترقب نتيجة المباراة الجارية حتى الآن ولم تحسم بعد بين المنتخبين التونسي والسنغالي، وانتظارا أيضا للمباراة الأخرى والجزء المتبقي من سباق نصف نهائي البطولة بين كل من الجزائر ونيجيريا، وصولا إلى الفريقين اللي هيصعدوا إن شاء الله للمباراة النهائية. من يحسم هذه البطولة لصالحه؟ دي توقعات كثيرة وقراءة تحليلية للمشهد ولمستوى الفرق اللي بتتنافس، وطبعا الأربع فرق اللي صعدت حتى يومنا هذا إلى نصف النهائي والسباق الجاري حتى الآن ولم يحسم بين المنتخبين التونسي والسنغالي قبل بدء وانطلاق المباراة الأخرى في تمام 9:00 مساء بتوقيت القاهرة بين كل من نيجيريا والجزائر. كل الأمنيات الطيبة، طبعا بنتمنى الأفضل يفوز وصاحب الحظوظ الأوفر والجهد الأكبر في الملعب. بالتأكيد دايما انحيازنا بيكون للفرق العربية وأمنياتنا للمنتخبين الأشقاء المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري بأفضل الفرص وأفضل الأداء، وأنهم يكونوا ربما أفضل نهائي بيتوقع الجمهور المصري، نهائي أفريقي عربي خالص بين المنتخبين لو وفق المنتخب التونسي ونظيره الجزائري في اللقاءين. أما إذا كانت الكلمة العليا للمنتخبين السنغالي والنيجيري فهذه حسابات أخرى، هما طبعا الفوارق قليلة جدا فنيا، والكل طبعا بيقول ان الفرق اللي وصلت لنصف نهائي البطولة هي الأحق حتى الآن في ثبات المستوى، حتى لو كان المنتخب التونسي اهتز مستوى قليلا في الدور الأول وفي مجموعته، لكن تدارك الأمر وغير عدد كبير من اللاعبين الجهاز الفني وقدر يعيد ترتيب الأوراق الفنية للفريق، وده انعكس على النتائج انطلاقا من مباراته اللي تفوق فيها على نظيره منتخب غانا في دور 16. هنبدأ مع حضراتكم النهاردة، عندنا تفاصيل ولقاءات وتغطيات كثيرة من خلال هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. هيكون عندنا أكتر من لقاء في الاستوديو، هيكون لقاءنا الأول في فقرات الحوار مع الدكتور وليد الكاشف وهو مدير عام بهيئة استاد القاهرة، هيكلمنا عن عوامل كثيرة جدا خاصة بالإعداد الجيد والرائع لهذه البطولة، كل التفاصيل والكواليس الخاصة بإعداد استاد القاهرة بالشكل اللي أشاد به العالم كله وكان مبهر للكل، ليس على المستوى المحلي أو الأفريقي فقط بل على المستوى العالمي والدولي أيضا من خلال حفل الافتتاح اللي أجمعت الآراء أنه كان أكثر من رائع، وأيضا حسابات كثيرة جدا عن تنظيم الأمور الخاصة بالجماهير وروابط المشجعين والألتراز إلى آخر هذه الأمور، كيف نستفيد بها بالشكل الأفضل في دفع عجلة الرياضة وكرة القدم، وكيف نتغلب على السلبيات المصاحبة لهذه الظواهر. خلينا نبدأ في الاستماع لأكثر من رؤية لبعض المدربين الأوروبيين أصحاب الخبرات الكبيرة عن المستوى الفني للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019. من المدربين من هولندا أصحاب الخبرات الكبيرة في عالم كرة القدم الهولندي إريك فاندرمير. مستر فاندرمير، first of all we welcome you before starting this interview and we're so happy having you with us today over the phone. السلام عليكم. Thank you very much. Happy to be here. Mr. van der Meer, how do you see the technical level of competition and the performance of the national teams, the four national teams that are the runners-up to the semifinals? Now, I must say I like the competition and the tournament, but for today, the game against Senegal, Tunisia, is not a really good game. First half was very boring. In the second half, it was a little better with two penalties were stopped by the goalkeepers. And we're still playing, so it's about who's going to win this game. Would you just give me a few seconds to translation to the viewers? الهولندي إريك فاندرمير بيقول الشوط الأول من مباراة تونس والسنغال لم يكن فنيا مرتفع المستوى أو كان ممل حسب وصفه، لكن الأمور تطورت في الشوط الثاني، ولكن أيضا كان في إثارة في الملعب وأضاع كل منتخب من المنتخبين التونسي والسنغالي ضربة جزاء كانت ممكن ترجح كفته في هذا اللقاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن. Your expectations due to the level of competition and due to the performance of both the Tunisian national team and also the team of Senegal. Who is, in your perspective, who has the better chances to win the game? For me, I like the way Senegal play more. Tunisia is more waiting and playing in the transition or in the counter. But Senegal is putting pressure and try to win this game. And I think that Tunisia don't want to lose this game. So this is not a mentality.
So I think with all the performance players from Senegal, like Mane and other players, I think Senegal is going to win the game. Type. Another few seconds for translation, if you please. الهولندي إريك فاندر مير بيقول إنه بيفضل أداء منتخب السنغال. بيقول إنه أكثر شراسة وأكثر قوة في الهجوم فضلاً عن عناصر متميزة مثل ساديو ماني وعدد من نجوم الفريق. وهو الأقرب من وجهة نظره إلى حسم هذا اللقاء في نصف نهائي البطولة. وإن كان يقول أيضاً إنه المنتخب التونسي بيسعى جاهداً لعدم الخسارة أو لعدم تلقي هزيمة في هذا اللقاء. ولكن بيقول إن الضغط السنغالي وطريقة أداء السنغال من وجهة نظره فنياً هي الأفضل. We want you to just tell us as well, how did you see the Egyptian national team, the performance of the Egyptian national team during the championship? I think good, but one thing, Senegal scored 1-0, so I think I did a good job. yeah, you did a good job now. That's another thing, but I was expecting more from Egypt. I think Egypt have a good game, of course, with the star player, with the Mostala. And they were unlucky that they will go out, so I was hoping for more, and also for the people in the stadium, but of course, you see now, there are not too many fans with the game of Senegal and Tunis. Yeah, if you please again, I'm sorry for this. Just wait a second to tell the viewers what you said now, Mr. Vandermeer. Mr. Vandermeer بيقول أعتقد إني أحسنت في توقعي لأنه المنتخب السنغالي بيتفوق حاليا وأحرز هدف اللقاء الأول الآن وهو بيتصدر هذه المباراة بفارق هدف عن نظيره منتخب تونس. ولكن بالنظر إلى المنتخب المصري ومشاركته وأدائه في هذه البطولة بيقول كنت أتوقع المزيد. كنت أتوقع أداء أفضل من صلاح ورفاقه في إشارة إلى نجمنا الكبير محمد صلاح وقدراته وشهرته العالمية. وإن كان الأداء كان أقل من التوقعات وهو كان من الناس اللي بتضع مصر في مصاف الفرق والمنتخبات اللي عندها فرصة كبيرة جدا لعوامل كثيرة جدا من أجل أن تنافس أو أنها عندها حظوظ جيدة جدا للمنافسة على هذا اللقب. Let's go back to the semi-finals. How do you see tonight's match? The game tonight at 9 o'clock Cairo time between Algeria and Nigeria. The Algerian team and the Nigerian national team. Who has better chances? Yeah, this is a tough one. I think that Nigeria have the better chances. I think they are strong and good in technique and fast. So and Nigeria did a good job with Belmadi, the coach. I know him from Qatar. So they also are a good team. But I think in favorite, I go for Nigeria. You go for Nigeria? Nigeria. Why, Mr. Vandermeer, in spite of the fact that most of the people, the critics, sports critics in Egypt, the viewers, everyone saying throughout the social media that the Algerian team, according to their point of view, was the better so far in the championship? That's right. They are the better team because they win also the 3-0 against Genoa. So they had a good team, but I think, and that's my expectation, that they're going to win again. You think that Nigeria can win the game? I think that Nigeria is going to win the game against Algeria, yes. Yeah. Okay, we thank you so much. And finally, I would like to ask you, do you think many new stars will go out to Europe and to the most famous football teams in the world throughout this championship? I hope so, because there are a lot of African very good players. So I hope that also we in Europe see that they can play in Europe. So I think so. Yeah, thank you very much. We're so happy with this participation with us today. Mr. Eric Vandermeer from Netherlands, we thank you so much. الهولندي إريك فاندرمير بيقول انه طبعا سعيد بتوقع ان السنغال هي الاوفر حظا في الفوز باللقاء وخلال هذه المداخله الهاتفيه مع احراز منتخب السنغال لهدفه الاول. قال اعتقد اني كان توقعي في محله وان رؤيتي الفنيه صحيحه. هو كان بيبتسم او بيضحك لانه بيقول انه سعيد بان رؤيته انه السنغال عندها فرص لحسم المباراه وانها الاكثر قوه او شراسه بلغه كره القدم في الجانب الهجومي واكثر سعيا لحسم اللقاء وعلى النقيض من المنتخب التونسي لانه بيلعب مباراه جيده وبيؤدي بشكل جيد. ولكن اداؤه من وجهه نظر الهولندي فاندرمير هو اداء اقرب الى الحفاظ على النتيجه او عدم تلقي اهداف او عدم الهزيمه في هذا اللقاء. والانتقال للمباراه الاخرى بالاشاره اليها اللي هتبدا في التاسعه مساء تمام التاسعه في توقيت القاهره ان شاء الله. المباراة بين المنتخبين الجزائري والنيجيري بيقول انه بيتوقع او بيجد الفرص اكثر
في صالح المنتخب النيجيري، ولما سألته عن وجهة نظر النقاد والجماهير في مصر ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت الكل بيجمع من خلالها أو غالبيتها الآراء اللي سمعناها في الأيام اللي فاتت بتقول إن المنتخب الجزائري هو الأكثر ثباتا في المستوى والأفضل من وجهة نظر غالبية من استمعنا إلى آرائهم منذ انطلاق البطولة وحتى الآن، قال بتفق مع هذه الآراء والمنتخب الجزائري ربما يكون أفضل منتخب أو أفضل فريق قدم كرة قدم في البطولة، ولكن بيتوقع العوامل الفنية بيجري من خلالها مقارنة بين قدرات المنتخبين أن يكون الحسم لصالح منتخب نيجيريا وأنه قادر على الفوز من وجهة نظر الهولندي فاندرمير على نظيره منتخب الجزائر. وأخيرا عن مستوى النجوم الجدد أو الوجوه الجديدة اللي قدمت من خلال هذه البطولة، بيقول أتوقع أن تظهر أسماء ونجوم جديدة تنطلق إلى سماء الكرة العالمية أو الأوروبية أو أشهر أندية العالم في كرة القدم. بيقول في عناصر جديدة كثيرة جدا مميزة في البطولة فنيا وبدنيا، وأعتقد أن هيبقى في تعاقدات مع عدد كبير جدا من النجوم الأفارقة المشاركين في هذه البطولة وانتقالهم إلى عدد من الأندية الأوروبية. هنبدأ في متابعة الأخبار. طبعا الاستعدادات بتجري على قدم وساق في قطاع الناشئين في النادي الأهلي وبدأت الاختبارات، لكن يعني احنا طبعا بنتابع هذا الأمر بالتوازي مع متابعتنا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وربما يكون معنا اتصالات أخرى كمان من القارة الأوروبية لإلقاء الضوء فنيا على هذا الحدث وعلى مباريات نصف النهائي. خلال لحظات أعتقد يكون معنا اتصال آخر، ربما يكون مع المدير الفني البلجيكي توم ساندفيت، وهو طبعا صاحب خبرات كبيرة جدا في القارة السمراء وهو المدير الفني حاليا لمنتخب جامبيا. لو كان جاهز مستر ساندفيت هيكون معنا بعد قليل. بدأت الاختبارات بالفعل. معنا على الهاتف المدير الفني البلجيكي توم ساندفيت. مستر ساندفيت، first of all thank you for accepting to participate with us today. You are welcome. Thank you. Mr. Sandfit, how do you see the technical level of competition and of performance through the national teams competing through the championship? Yeah, there are some teams who are surprised and some teams who are disappointing. So we expected, I think, more from the host from Egypt, but even also a team like Morocco, we expected more of them. On the other side, some other teams surprised also tactically. They think about Madagascar is maybe the biggest surprise in the tournament. And even for me now, the fact that Tunisia reached the semi-final could be also a surprise. I expected a few stronger countries. But it's a very interesting tournament. And I think the strong teams like Algeria, Senegal, Nigeria, who everyone expect to be in the semi-final, they are at the moment there. So it will be a very interesting final matches. So you think that the four runners up to the semifinals deserve it? Before the tournament, I said Egypt would be my biggest favorite to become champion. First of all, Egypt had a very strong team with some very good star players, plus playing at home, and the circumstances were there to perform. So for me, Egypt was my biggest favorite. But also Algeria. I played with Gambia in the qualification twice against Algeria. Draw. Algeria was for me a very strong team. And Senegal after the World Cup plus Nigeria are also strong teams. So for me, the only surprise is Tunisia in the semifinal. And I expected Egypt to be, in theory, the champion. But for the rest, I think it's more what we could expect. Maybe yeah. Morocco disappointed also, but they have maybe lack of a good striker, and that was their problem. Yes, Mr. Sandfit, would you please allow me to take a few seconds for translation? المدرب البلجيكي توم سانفيت بيقول إنه كان بيتوقع وفريقه المفضل في هذه البطولة في المنتخبات الأفريقية كان منتخب مصر من المشاركين في البطولة لعوامل كثيرة تتعلق بقوة وشهرة والصيت الذائع للمنتخب المصري ووجود بعض النجوم المؤثرين جدا وعامل الأرض والجمهور واستضافة البطولة. عشان كده بيقول قبل ما تنطلق البطولة كان فريقي من وجهة نظري الأقرب إلى حصد اللقب أو إلى المنافسة على اللقب هو المنتخب المصري، وبالنسبة له كان مفاجئ الخروج المبكر لهذا المنتخب على أرضه وبين جماهيره ومع نجومه المميزين زي النجم الكبير محمد صلاح وبعض عناصر القوى الفنية في صفوف المنتخب. لكن بيقول أن المنافسة فنيا صعبة جدا، البطولة قوية جدا فنيا من وجهة نظره، وبيقول أن الفرق طبعا تستحق اللي صعدت واجتهدت حتى لو كان في بعض الفرق كان أدائها في المرحلة الأولى مش مقنع أو ليس جيدا، ولكنها طورت من أدائها وهم يستحقوا المنافسة على اللقب من خلال وصولهم إلى نصف النهائي. مستر سانفيت، how do you see the match being played now? It's not over yet between Senegal and Tunisia. Senegal leading the game by the result 1-0. How do you see the chances of both national teams?
Yeah, but like I said, for me, Senegal is a very strong team. They are physically strong. They have technically and physically good players, played a good World Cup already. And for me, it's not a surprise to see them there. For me, Tunisia was the biggest surprise, but they played tactically very good under the guidance of Alain Giresse, the coach. They don't concede easy goals. They have a very good organization and they played well. But now it's currently 1-0 for Senegal. So I think it could be the end of Tunisia. I think Senegal has more quality, individual quality, more physical quality, more power than Tunisia. But Tunisia played tactically a very good tournament. They had a lot of draws. They were a little bit lucky also, but they played tactically very good discipline. I think Tunisia got the maximum out of their players, and it was a surprise for me to see them in the semi-final. I think now in the last minutes of this game, I think Senegal's going to make it to the final. مستر ستانفورد بيقول انه السنغال من وجهه نظره فريق متكامل فنيا على المستوى الفردي والجماعي والتكتيكي والخططي، وبيقول الجانب البدني كمان متميز جدا عندهم، وعلى مستوى الافراد المميزين فنيا بيعتقد انه من وجهه نظره الفنيه هو من اقوى منتخبات البطوله ويستحق التاهل للمباراه النهائيه، وبيقول ان المباراه في اللحظات او الدقائق الاخيره وانه بيتوقع ان تحسمها السنغال، ومنتخب السنغال متقدم بهدف نظيف. على الجانب الاخر بيقول المنتخب التونسي كان من اكبر مفاجات البطوله، اداؤه ما كانش مقنع في البدايه لكن عدل من شكل أدائه الخططي والتاكتكس الخاصة بأداء المنتخب التونسي، وبالفعل كان مفاجئ أنه يتطور بهذا الشكل خلال مشوار أو سيناريو البطولة ويصعد للسيمي فاينال. بيقول استحق عن جدارة بعد تعديل الأمور الفنية التأهل لنصف النهائي. So you expect Senegal to be a partner or one of the two national teams in the final game. So tonight, 9 o'clock Cairo time, we're talking about another competition, another semi-final game between Algeria and Nigeria tonight. Who has the better chances from your own point of view and why? Yeah, there are two different styles of playing. Nigeria is a physical, strong team with players with a lot of power. We're a little bit lucky in the first round. They didn't perform that well, but after that, after beating Cameroon 3-2, they came more in the tournament. Nigeria is always favorite. But for me, before the tournament, like I said, Egypt was my main favorite. My second favorite was Algeria. Algeria has a very good team. Jamel Belmadi, the coach of Algeria, created a very good discipline, good organization, and with players like Mahrez, Onas, Slimani, and all the other players, for me, Algeria is a very strong team. They look very very consistent as playing together, fighting for a dream. And I believe that Algeria are going to be together with Senegal in the final. You expect the final between Senegal and Algeria? Yes. And who has better chances to win the championship? I believe this is the time for Algeria. I believe first it was Egypt, but I think it's a North African team who are going to become champion. And I would go for Algeria. I was, before the tournament, like I said, I was going for Egypt. But now when Egypt is out, then I believe that Algeria has the best opportunity to become champion of Africa this time. Yes. I'm sorry to keep you waiting again for more few seconds for translation. Mr. Sanfid بيقول إن المنتخب الجزائري هو ثاني أفضل المنتخبات من وجهة نظره وربما يكون
مباراة هياخدها الفريق غدا إن شاء الله فريق النادي الأهلي أمام فريق أوكام الإسباني، وكل التصريحات القادمة من أسبانيا قدامنا طبعا كواليس اللاعبين ولحظات طبعا الإعداد والتدريبات وحتى فترات الراحة، التركيز على أعلى درجة ممكنة، وكل الرسائل الواردة من أسبانيا، كل المتابعات والتقارير من زملائنا اللي بيتابعوا رحلة بعثة النادي الأهلي إلى أسبانيا بيقولوا إن المعسكر على أفضل شكل ممكن، كل الأمور الخاصة بالإعداد والإقامة والتدريبات والجوانب الفنية وتجهيز الفريق للمباراتين المتبقيتين من مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم مع المقاولون ثم الزمالك بتجري الاستعدادات على أفضل شكل ممكن، والكل سعيد جدا بمردود هذا المعسكر حتى الآن، وإن الاستفادة جيدة جدا فنيا كمان من اللقاءات الودية. عودة بعض النجوم السابقين في النادي الأهلي بعد الخروج على سبيل البيع أو الإعارة في فترات سابقة، عندنا طبعا اللاعب حسين السيد بيقول سعيد بعودتي لبيتي وهذه رسالتي للجماهير. خلونا نتكلم عن بعض التصريحات أو نتابع مع حضراتكم بعض التصريحات النجم العائد، نجم النادي الأهلي العائد إلى صفوفه بعد سنة ونص تقريبا قضاها في صفوف نادي الاتفاق السعودي. خلونا نشوف المزيد من خلال هذا اللقاء ومن خلال التقرير التالي. معسكر على أكمل وجه، فيه كل حاجة كاملة، سواء ملاعب سواء أكل سواء شرب سواء روح ما بيننا. المعسكر جميل طبعا، كنا محتاجين المعسكر ده، احنا بقالنا فترة كبيرة ما طلعناش معسكر مع بعض، فأنا عن نفسي مبسوط جدا أنا رجعت وسط أصحابي وسط أخواتي اللعيبة. ربنا رزقني بالإعارة دي فعلا، أني أنا روحت من أقوى الدورات العربية لدوري السعودية، من دوري قوي جدا، ماتشات فيها جامدة جدا، الدوري فيه قوي جدا، النظام فيه كويس، لعبة محترفة، 8 لعبة محترفة دي عمر 8 فرقة كتير، يعني انك تجيب 8 لعبة محترفة اللي هو كل فرقة بتجيب يعني أفضل العناصر بالنسبة لها وأسماء كبيرة، كان الدوري الإنجليزي في الدوري السعودي. فسنة ونص لعبتها كلها بشكل أساسي مع فريق الاتفادة، فريق محترم، مبقاش طبيعي إن أنا بلعب في أقوى من أقوى الدورات العربية الدوري السعودي بشكل أساسي سنة ونص، ما روحش حتى معسكر واحد يعني. فانا دايما بقول لنفسي ليه يعني، فطبيعي في ناس كانت بتلعب ماتش واحد في الدوري كانت بتروح، فانا ما بطلعش اتكلم، اطلع في اعلام ولا اقول. لكن في مره ان هم جابوا الكابتن احمد ناجي اتفرج عليا، انا حتى الكابتن ناجي كلمني ساعتها فقلت له كابتن تنورني وتشرفني في وقت، فانا استغربت ان يعني ما بيني وبين نفسي الكابتن احمد ناجي طبعا ده اكيد طبعا من غير اي كلام طبعا، لكن امبي نفس انت ليه بعت لمدرب حراس مرمى يعني محترم كابتن ناجي يعني. بالنسبه للعروض في ناس كانت بتتكلم وناس بتتكلم، في الاول وفي الاخر انا موجود في النادي، الكلام بيجي في اداره النادي، اي حاجه بتيجي للنادي، لكن طبعا كعاره الكلام اللي بيتقال ده مفيش اي حاجه طبعا حصلت لحد دلوقتي خالص، انا موجود في النادي، قاعد في النادي، انا ربنا يعني انا ربنا ثم انا اللي حدد انا ابقى فين، انا ابقى موجود فين، مفيش حد يقدر يتحكم في مستقبلي غير ربنا وغيري انا، محدش يقدر يقول لي اعمل كذا واعمل كذا. انا من وجهه نظر يعني على قد ان هو ماتش البطوله هو ماتش يعني ماتش مورين، انت عندك ماتش الاول ماتش زمالك ده اخر ماتش، فماتش بطوله ممكن تاخد البطوله ماتش مورين صح، ممكن دي حقيقه يعني لو حسابيا لو تيجي تحسبها او خدت لو كسبت مورين والحصل حاجه تاني لا انت خدت بطوله من في المية، فمش هنقول الماتشين لسه، ماتش جاي ماتش صعب جدا، مورين فرقه كويسه جدا كانت عامله موسم كويس جدا، فاكتر فتره مركزين عليها في المعسكر ده هو بطوله الدوري، احنا جايين هنا عشان نكمل عدد لبطوله الدوري. الجمهور طبعا هو الجمهور هو اهم حاجه في لعبه كره القدم دي طبعا. عمرو جمال مهاجم الفريق الأول في النادي الأهلي متفائل جدا بالتأثيرات الإيجابية من وجهة نظره لمعسكرنا الخارجي في أليكانتي الإسبانية والتأثيرات الفنية والخططية لهذا المعسكر على أداء الفريق وتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، وبيقول إن شاء الله أنا على يقين والكلام على لسان نجمنا عمرو جمال إنه هذا المعسكر هيكون له دور والمباريات الودية والأجواء اللي عايشها الفريق بشكل أكثر من رائع، وبيقول إن انعكاساتها على مستوانا الفني هتكون مؤثرة جدا إن شاء الله على قدرتنا على تجاوز المباريات
الحاسمة لبطولة الدوري هذا الموسم، وأننا بإذن الله قادرون على حسم هذه البطولة بالتفوق والفوز على كل من الزمالك المقاولون العرب ثم الزمالك. خلونا نشوف المزيد من التفاصيل في اللقاء التالي مع عمرو جمال. طبعا احنا السنه دي بنمر بموسم استثنائي طبعا، عشان خاطر طبعا مصر استضافت كاس الامم الافريقيه وما كانش ده في الحسبان، جه مؤخرا. فطبعا وده بالاضافه ان النادي الاهلي كمان من الانديه اللي هي بتشارك في كذا بطوله، والهدف الاساسي من كل بطوله ان انت طبعا بتنافس وبتبقى المنافس الاول في كل بطوله. فطبعا موسم استثنائي للعيبه كلها طبعا وللجهاز الفني وللنادي الاهلي. الامور كانت طبعا صعبه جدا، موسم فيه اصابات كتير، في حاجات كتير جدا حصلت السنه دي، لكن زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي اللعيبه بتبقى قد المسؤوليه، والجهاز الفني والاداره كلنا على قد المسؤوليه، بنحاول على قد ما نقدر. بنزعل الناس شويه او لكن ده غصب عننا. المواسم اللي الفتره اللي فاتت المسابقه فيها لعب كتير، افريقيا فيها حاجات كتير مختلفه، لكن وكمان شخصيه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي محتاجين ان احنا الامور تبقى اكتر استقرارا في حته خلاص. يعني انت بتروح بيتك ما بتبقاش عارف هتلعب بكره ولا هتريح بالزبط. وده حاجه كمان مختلفه قابلناها السنه دي خصوصا يعني، لكن خلاص ده وضع امر واقع احنا بنقابله بكل التركيز. خلاص خدنا اجازه وكنا فنشنا الدوري بطريقه كويسه، كنا بنتمنى ان احنا نكمل الدوري بنفس ما كنا بنفنش بطريقه كانت فيها اكتر جديه وحماس، والفرقه كان خلاص في اندماج وفي تركيز كبير في ان احنا خلاص البطوله. قطعنا طبعا كاس الامم الافريقيه واللعبه اللي راحت المنتخبات، والنهارده يعني طبعا احنا بدلك في البطولة افريقيا، واللعبة بتاعتنا الدولية رجعت بعد ما انا شايف لعبتنا الحمد لله قدوا اداء مميز جدا اللعبة الدولية بتوعنا. فانا شايف ان احنا كمان اللعبة اللي كانت موجودة هنا في المعسكر عملت معسكر، انا يعني احنا يعني بشهادة خبرات لعبة كتير هنا بتلعب لعبة في الدوري الانجليزي، ولعبة زي كابتن احمد فتحي وطبعا رمضان صبحي، ان دي فترة اعداد مرعبة احنا عملناها، وايام يعني عملنا تمرين قوي جدا ما شفناش القوة دي قبل كده او فانا حاسس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع من المعسكر ده فرقة مرعبة. يعني الاهلي هيرجع فعلا فرقة مرعبة مع الامكانيات اللي موجودة واللعيبة اللي موجودة، ناقصنا بس ان شاء الله نفنش الدوري في ماتشين الاهلي والزمالك، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا هدفنا واحد ان احنا نفنش الموسم ده الاول والتركيزنا الاول يعني ده، وده اللي منصب على 180 دقيقه اللي جايه، وان شاء الله نبقى موفقين باذن واحد احد ان احنا نقدر في الماتشين الجايين نترجم التعب اللي احنا عملناه في المعسكر، وكمان تعب اللعيبه الدوليه اللي كانت موجوده في نترجم تعب اللعيبه الدوليه اللي هي ما خدتش راحه وانضموا لنا. طبعا يعني السنة دي أصعب سنة في حياتي، ده ما أقدرش أنكر كده، بس يمكن السنة دي تكون السنة دي علمتني حاجة كتير قوي، ممكن أكتر من استفدت من أنا ممكن ما لعبتش، ممكن استفدت أكتر. يعني السنة دي من السنين اللي علمتني في حياتي حاجة كتير قوي. أنا بطلب دايما جمهور النادي الأهلي، أنا ما قصرتش فيهم من ساعة ما دخلت النادي هنا. أنا من مش بحبش أقول أنا كلمة أنا دي، لكن من خلال النادي الأهلي أنا دلوقتي تاني هداف الجيل ده، وليا فترة بعيدة عن 3 سنة بره، وليا السنة دي ما قدرتش أشارك، وخصوصا آخر 3-4 سنين ما كانتش مشاركاتي بطريقة كبيرة، لأن نظرا للنادي الأهلي دايما بيسعى أن يتعاقد مع أحسن لعيبة في الخط الأمامي ده، وده حق مشروع لأي نادي زي النادي الأهلي نادي كبير، وأنا كنت بحط دايما يعني كل طاقتي للتمرين، وكنت دايما الحمد لله ربنا في ماتشات حاسمة جدا وفي بطولات كنت الحمد لله بيبقى ليا كلمة.
دي كانت تصريحات عمرو جمال، كمان واحد من نجوم الفريق العائدين بعد فترة قضاها بعيدا عن النادي الأهلي في تجربة احترافية، وإن شاء الله يكون كمان من العناصر اللي استفادت وعادت للتوب فورم ولقمة مستواها الفني والبدني. عمرو جمال لما بيكون في أفضل حالاته بيكون من العناصر المؤثرة جدا، لأنه في بعض الفترات شفنا قدراته التهديفية في مراحل سابقة، ولما بيكون اللاعب فعلا في حالة مزاجية جيدة وفي جاهزية فنية وبدنية جيدة أعتقد أنه بيكون مؤثر وبيكون من الأوراق الرابحة في النادي الأهلي وقت الدفع به في أي مباراة. إن شاء الله زي ما قال نجمنا عمرو جمال يكون المعسكر له تأثيراته الكبيرة جدا، بيقول أتوقع أن يكون فريق الأهلي فريق مرعب بعد هذا المعسكر، يتوقع أن الفريق يبقى قوي جدا وأداؤه أفضل بشكل طبعا يظهر من خلال المباريات القادمة إن شاء الله، مباريات الحسم في بطولة الدوري، مواجهات مهمة جدا للأهلي مع كل من المقاولون العرب ثم الزمالك، إن شاء الله نكون قادرين على الحسم من خلال المباراتين المتبقيتين. خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لنبدأ فقرات الحوار تباعا فقرات كثيرة. الدكتور وليد الكاشف، بعد حوارنا مع الدكتور وليد هيكون في حوار آخر مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر، هيجري زميلي العزيز محمد سعيد. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي الليلة، وفي هذا الحوار نطرح الكثير من التساؤلات عن أهم ما تم العمل عليه ليخرج استاد القاهرة بهذا الشكل أكثر من رائع في افتتاح ومع انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، كواليس العمل اللي سبق حفل الافتتاح وانطلاق البطولة، وأيضا كل ما يجري ومكاسبنا في مصر من حيث إعداد وتطوير البنية التحتية الرياضية وملاعب واستادات كرة القدم، فكرة تنظيم الأمور الخاصة بدخول وخروج الجماهير، تذكرتي والفان آي دي وكل التفاصيل دي مدى أهميتها، والتنسيق بين كل الأجهزة القائمة على كرة القدم وعلى الرياضة وأجهزة الأمن في مصر اللي اشتركت في التأمين وتنظيم الأمور وظواهر الحفاظ على امتلاء الاستادات بالجماهير، واستمتعنا بمشاهدة المباريات من أرض الملعب ومن الاستادات اللي بتستضيفها مع الحفاظ على كل ما يتعلق بالآداب والسلوكيات اللي متعارف عليها عالميا في ملاعب كرة القدم، وأن تبقى هذه الاستادات والملاعب لكرة القدم وللرياضة وبعيدا عن أي أغراض أخرى. أسئلة كثيرة مطروحة من خلال هذا الحوار، اسمحوا لي قبل ما نتلقى المداخلة الهاتفية القادمة بس في البداية برحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، وهو مدير عام بهيئة استاد القاهرة الدولي الدكتور وليد الكاشف. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا، سعداء بوجود حضرتك. أهلا وسهلا بكم في قناة الأهلي. أهلا بك يا دكتور، وقبل ما نبدأ الحوار اسمح لي بس نستكمل متابعتنا لمباراة تونس والسنغال واللي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف وتأهله للمباراة النهائية. معانا على الهاتف واحد من كبار نجوم الكرة التونسية سابقا، وهو من عناصر المنتخب ومن نجوم المنتخب الفائز بنهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2004، لاعب الكرة التونسي الشهير السابق كريم سعيدي. كابتن كريم مساء الخير. مساء النور، كيف الأحوال؟ مساء النور، أهلا وسهلا، سعداء بمشاركتك معنا في هذا الحوار عبر قناة الأهلي. كيف ترى المباراة؟ كنا نتمنى حظ أوفر للمنتخب التونسي، الجماهير كانت منحازة إلى أقصى درجة لأن يكون النهائي نهائي عربي خالص بين المنتخبين التونسي والجزائري بعد خروج المنتخب المصري في دور 16 من السباق. كيف تقيم هذه المباراة فنيا وصعود السنغال على حساب تونس بهدف نظيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنقول مبروك المنتخب السنغالي، منتخب السنغالي فريق قوي، فريق يعني عنده خبرة طويلة في الكأس الأفريقية، بس نحن تونس هتكلم شوية على الماتشات اللي فاتت. صح ان احنا ما عملناش ماتشات كويسة، ماتشات تسليق يعني كيف بالمردود المنتخب التونسي في الماتشات الأبلية، بس اليوم الصراحة شفنا منتخب متكامل، منتخب يعني متناسق مع بعض، في أهم حاجة في روح انتصارية من عند اللعيبة. جت عنا ضربة الجزاء الأولانية بس أخطأنا فيها، بس الحمد لله في رياكشن من عند اللعيبة، المنتخب السنغالي يحاول بأقصى مجهوده علشان يجيب الجول، بس الصراحة الحارس المرمى يعني أنا متأسف كثير، هذه يعني ثالث مرة بيعمل أخطاء حارس متمركز كويس في الكرات الهوائية، بس نحن نقوله يعني مبروك للمنتخب السنغالي ومبروك كمان للمنتخب التونسي على الروح الانتصارية اللي نحن افتقدناها في الثلاثة الماتشات الأولانية.
كابتن كريم، رغم الخروج من السباق اليوم أمام المنتخب السنغالي، لكن في إشادة من أوساط الإعلام الرياضي المتابع للبطولة ونقاد الرياضيين بأداء المنتخب التونسي اللي كان محل انتقادات في المباريات الأولى ومباريات المجموعة، ثم حدثت نقلة نوعية كبيرة في الأداء، تغيير لعدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب وتغيير خططي غير من شكل الفريق للأفضل. وزي ما حضرتك قلت دلوقتي إن الأمور تغيرت بدءا من مباراة غانا، وأصبح المنتخب التونسي بيقدم الكرة اللي احنا نعرفها عن المنتخب التونسي واللي تليق بيه. إيه سر التغيير للأفضل اللي حصل خلال مشوار البطولة ده؟ والله كلامك صح. في اللعيبة يعني المنتخب الحالي دلوقتي لو انت تقارنه بالمنتخب 2004 المتوج بكاس افريقيا، منتخب 2004 المنتخب الحالي دلوقتي، المنتخب الحالي فيه فنيات كرديه كويسه، بس ما فيش روح انتصاريه. من الماتش بتاع غانا الادارة الفني حاول غير اللاعبين وحاول شرك اللاعبين اللي هما عندهم كثير يعني كومبيتيشن، وفي العامل البدني هو اثر علينا كثير. بس يعني بشكر اللعيبه مع دخول الخنيسي في الماتش بتاع غانا، زاد يعني اعطى عمق هجومي كويس، في ارتباك من المدافعين المنافسين. وصراحه يعني تشوف الفرق بين ماتش غانا والماتش اليوم بتاع السنغال، في روح انتصاريه، في فريق متكامل، في فريق يعني متكاتف مع بعض. صراحه يعني انا بقول شكرا للمردود بتاعهم، ان شاء الله الخير افضل ان شاء الله. اخيرا، هل انت مع الاصوات التي ام ضد الاصوات التي تطالب برحيل المدير الفني الحالي لمنتخب تونس ألان جراس وتكليف مدير فني جديد؟ والله انا مع مدير فني جديد، علشان المشكلة المدرب ألان جراس يعني لسه جاي جديد، لسه مش عارف اللاعبين التوانسة، لسه مش عارف الفنيات بتاعهم، لسه مش عارف اللاعبين الأجانب اللي لعبوا في تونس هل هم بيلعبوا كتير في الفرق بتاعهم ولا لا. أنا باعتقادي ممكن بندوا فرصة للمدرب التونسي اللي هو يعرف المنتخب ويعرف البطولة المحلية ويعرف يتابع كثافة اللاعبين، يعني زي روجو لومير يعني نجح معانا كثير في البطولة التونسية وغير شكل المردود المنتخبات في تونس. ان شاء الله يعني انا عندي ثقة في المدرب التونسي لو يدينه فرصة ان شاء الله. اشكرك جدا، نجم الكرة التونسية السابق واحد النجوم الفائزين بلقب نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2004 كريم سعيدي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى حظ أوفر إن شاء الله للمنتخب التونسي في البطولات القادمة، وكل التهنئة طبعا. بنتمنى طبعا يعني أن المنتخب السنغالي كان يستحق وفي إشادة بمستواه من بداية البطولة، وكان من الفرق اللي عندها حقية بإجماع الآراء بالتأهل للمباراة النهائية. بنتمنى أنه يكمل البطولة بنفس القوة، وأننا نرى نهائي على نفس المستوى اللي شفناه في المباريات الأخيرة وأفضل إن شاء الله. وبنقدم التهنئة للمنتخب السنغالي بصعوده للمباراة النهائية. أعود لضيفي الدكتور وليد الكاشف وهو مدير عام بهيئة استاد القاهرة. دكتور وليد، إيه أهم ملامح المرحلة أو الأيام الأخيرة اللي كان بيجري العمل فيها على إعداد استاد القاهرة لانطلاق البطولة؟ هو يعني نمشي بالتوازي، ما كانش استاد القاهرة بس، كان في سيد استادات بيتعمل عليهم اللي بتلعب عليهم المباريات الرسمية، وفي كل استاد ليه ملاعب فرعية قدرنا إن هم يوصلوا في أعلى مستوى، يعني لدرجة إنهم وصلوا إنهم ممكن يبقوا لو ليهم مدرجات يبقوا استادات للمباريات كمان. ست مجموعات أول مرة تتعمل في دولة أفريقية في بطولة فيها 24 فريق، يوصل المستوى المشرف للتنظيم والاستادات بالمنظر الجميل ده، كان يعني الشائبة الوحيدة طبعا هو خروج المنتخب يعني. إنما لو كان كامل إنما الاستادات طبعا اتعمل عليها شغل في من 4 لـ5 شهور، سد استادات باستادات ملاعب تدريب، يتعمل عليها كمية الجهد التقني على أعلى مستوى اللي كان موجود في الاستاد اللي احنا شفناه كلنا في الست مجموعات، طبعا حاجه يعني تشهد ليها البطوله، جماهير وتلفزيونات وقنوات ناقله، وطبعا ده كله يرجع لان كل الاطراف المعنيه قعدت على طاوله المفاوضات كلها قالت اللي احنا عاوزين حاجه واحده بس وراها اللي هي مصر. خلينا ناخد حضرتك زي ما قلت، كلامك سليم ان الاستادات كلها شملتها عملية التطوير والتجهيز بأفضل شكل ممكن، وهو مكسب مستمر إن شاء الله للرياضة والكرة المصرية. خلينا ناخد استاد القاهرة كمثال
لانه تاريخه وحجم ساعته استاد الرعب طبعا، واستاد بيمثل رمز حقيقي للرياضه والكره المصريه. ايه اهم الملامح الخاصه بما اتفق عليه من الدوله من المسؤولين من كل الاجهزه اللي تكاتف من اجل نجاح عمليه استضافه وتنظيم البطوله؟ قالوا ايه المطلوب انه يتحقق، وكان مطالبكم الفنيه اللي عايزين الدوله توفر كل ما يحققها في استاد القاهره؟ طيب هو طبعا استاد القاهره دلوقتي بقى يعني من ضمن الاستادات اللي بقت مصنفه عالميا، يعني لو في مباراه عالميه دلوقتي ممكن تتلعب في دوله افريقيه مش هيلاقوا احسن من استاد القاهره يتلعب فيها. احنا عندنا دلوقتي ارضيه زي تضاهي الارضيات اللي موجوده في اوروبا كلها وفي الدول شرق اسيا، ما فيش الا استاد دبي بس. يعني دلوقتي احنا عندنا استاد الارضيه بتاعته اللي هي خليط ما بين النجيل الطبيعي والصناعي، اللي انت هتلاقي دايما في مشهد غريب على المشاهد المصري ان يلاقي صيف شتاء ان شاء الله هيلاقي ارضيه الملعب بتاعه الاستاد بالذات خضرة. ودي طبعا احنا دايما عندنا مشكله في شهر يناير وفبراير في الزراعات بالنسبه للاستادات كلها مش استاد القاهره بس. فالتقنيه الجديده دي ان شاء الله تطبق، اتمنى يعني من الدوله انها تطبقها في جميع الاستادات. واستاد القاهره طبعا بدا، وزي ما احنا شفنا كده المنظر الجميل للاستاد من ارضيه لمدرجات، ده طبعا نتيجه عمل وجهد خارق في وقت الدوله كلها، من اول سياده الرئيس لرئيس الوزراء لوزير الشباب والرياضه لرئاسه الاستاد، كلهم متواجدين 24 ساعه للعمل عشان يوصل الاستاد بالمنظر الجميل ده. غرف خلع الملابس احنا برضو اتعمل حاجات، يعني طبعا الاشتراطات الدوليه واشتراكات الكان لازم يكون في اربع غرف خلع ملابس في اتجاه واحد، كان بالفعل موجود بس كانوا في مستويين مختلفين. اتعمل كل ده، اتعمل في وقت قياسي. انا عايز حضرتك تقول للناس اللي مش عارفه الكواليس كل حاجه تم تطويرها في الاستاد، يعني حضرتك اشرت لارضيه الملعب، عايزين نعرف الكوريدورات المخارج والمداخل كيف تصبح اسهل على القادم لمشاهده اي مباراه. تمام. دورات المياه، غرف ملابس اللاعبين، اي ملحقات للتدريب، يعني كل ما يحتاج اليه اي استاد زي ما حضرتك قلت ليصبح مصنف عالميا. هو الاستادات اللي هي نظمت 2006 و2009 كانت فيها بالفعل مقومات الاستاد الدولي او الاستاد اللي فيها الاشتراطات الدوليه. ولكن دلوقتي احنا بنتكلم في 2006 و2009، دلوقتي في 2019 في تطورات حديثة في الاستادات زي الأرضية اللي احنا قلنا عليها، غرف خلع ملابس اللي احنا قلنا عليها، اللي بالفعل كان فيه أرقام للمدرجات أو بمعنى أصح للكراسي. ماشي، أي نعم نظمناها دلوقتي في الدرجة الأولى بس إن شاء الله تبقى في الثانية والثالثة، بس كل الكراسي مرقمة. إحنا لسه عندنا ثقافة يعني إزاي المشاهد يقعد في المكان بتاعه لسه قدامه شوية. يعني اللي عاوزين نوصل زي ما بنخش السينما كده بيبقى لينا رقم بنقعد عليه، عاوزين نوصل في الاستادات برضو يكون الرقم اللي موجود على الكرسي هو اللي موجود على الفان بتاعك أو على التيكت بتاعك اللي أنت تخش تقعد فيه على طول. دي طبعا اتطبقت بس في الدرجة الأولى، نتمنى في الدرجات الأخرى إنها تكون موجودة. المخارج والمداخل في اشتراطات دوليه، في كشافات طوارئ، في منطقه للاخله، في حاجات ضروريه لازم تكون موجوده عشان الاستاد ياخد ابروفد عشان خاطر يتلعب عليه المباريات الدوليه سواء كان او الكاف. في عندنا المداخل دلوقتي انت مباراة أو استاد اتعمل عليه افتتاح واختام البطولة، طبعا الشكل المبهر اللي احنا شفناه في الافتتاح ده مش وليد يوم، لا ده انت جبت التقنيات العالمية من إخراج تلفزيوني للاستاد نفسه ازاي ان هو اتلعب عليه أو اتدرب عليه الجزء اللي هو اتعمل ده في استاد تاني عشان ما نرهقش الاستاد بتاع الكورة. وفي اشتراطات كمان علشان حفل الافتتاح والعروض اللي هتقدم ما تؤثرش على أرضية الاستاد. مفيش يعني في أكتر ان المنتخب المصري ما تدربش ولا تدريبة على الاستاد القاهره خلاف ان هو نزل اتمشى بس على فرضيه الاستاد، دي معناها ان احنا يعني كنا مطبقين كل الشروط بحذافيرها، بس كان المفروض نخلف في الحته دي شويه يعني. بس ان شاء الله احنا كل اللي حصل ده والنجاحات بتاعه التنظيم اللي حصلت دي احنا متوقعينها بقى ان شاء الله تخش على الدوري والكاس، والجماهير الجميله اللي احنا شفناها بالفان اي دي اللي كان شكلها يفرح. يعني في 2006 كنا شايفين الاعلام وشايفين تبيض الوجوه بالاعلام بالعالم منتخب مصر، احنا المره دي كمان في 2019 شفنا الاعلام وشفنا برضو الكلام ده وشفنا كمان الفان اي دي، وهو كل الجمهور اللي داخل 70,000 ولا 72,000 اللي كانوا موجودين جوه الاستاد يعني لابسين الاي دي ده رمز معاهم، لازم نستغله بقى، يعني لازم نستغله ان ده موجود معانا كمان في المباريات. طيب هل ده يا دكتور وليد عشان ضبط الامور ومنع اي حد عايز يخرج عن الاطار المقبول؟ يعني في روسيا كان الفان اي دي مع الفيزا مع دخول البلد لغير الروس ليس للمواطن الروسي. في مصر هنا هل احتاجنا نعمل ده كمرحله انتقاليه حتى تعتاد الناس على
الاستاد مكان لمشاهده كره القدم فقط ولا يقبل فيه انه يستغل لاي هدف اخر. والله دلوقتي احنا عندنا قاعده بيانات على اعلى مستوى، بالتالي مفيش حد هيخش جوه الاستادات الا هيكون ليه معروف ده ايه من الفان اي دي بتاعه. يعني لو داخل لحاجه تانيه خلاف الاستمتاع هيتجاب حيتجاب، مش هيسمح له ولكن ايوه يعني خلاص بقى الموضوع ده نسيبنا منه عشان ان شاء الله مش هنوصل له. انما الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو ان الكلام ده اتطبق طبعا في روسيا اول تطبيق للفان اي دي، ليه احتاجنا نعمل فان اي دي للمشجع المصري في مصر؟ احنا ما عندناش قاعده بيانات في حاجات كتير عشان وضع قواعد بيانات وتفضل. فدلوقتي انا دلوقتي داخل عشان اتفرج، داخل للمشاهده للاستمتاع زي ما بقول لحضرتك كده، اي حاجه تانية يبقى انت مش طريقك ده، ده خلاص بقاش طريقك. فانت خد بالك بقى في الماتشات اللي جايه بقى في الدوري والكاس وغيره، ماشي اللي انت هتبقى ماشي على، مش هقول كلنا ماشيين على الصراط المستقيم ان شاء الله. حضرتك تقصد انه بنحط سيستم الناس تلتزم بيه وتعتاد على الالتزام في الاستادات فتره، نمشي فتره حد ما الناس تعتاد على انه يبقى النظام ده طبيعي جدا في حياتنا وفي تحركنا ودخولنا وخروجنا من الملاعب. النظام ما يزعلش الا اللي هو مالوش في النظام، واحنا دلوقتي ماشيين في اطار اللي احنا ننظم كل، يعني مصر دلوقتي بلد كبيره مش صغيره، ما ينفعش اللي احنا مش عارفين ننظم مباراه، ما ينفعش عارفين ننظم دوري ولا كاس يحضر ألف ولا يعني بس لا خلصت القصه دي خلاص. احنا دلوقتي خلاص ننسى بقى ما فات، واذا كنا افتكرنا حاجه لمجموعات المشاهدين او الروابط او كده، اللي احنا مش عاوزين نقول روابط، هنقول مشجعين مصر، اهلي زمالك، جمهور الاهلي الجميل بقى يخش بقى الايجابيات بتاعته بس اللي نشوفها، ما نشوفش اي حاجه تاني من الجماهير او الروابط اللي هي بتخش، نشوف الدخلات الجميله اللي بتوصل لسبع دخلات في دقيقه ونص، دي ما بتحصلش في اي دوله في العالم الا عندك هنا بس في مصر. كل الايجابيات دي اللي احنا بنشوفها من مجموعه شويه عاوزين نشوفها تاني بقى بالمنظر الجميل عشان كلنا نخش نشوف، شوف المنظر بتاع الاستاد حاجه تفرح، حاجه العالم كلها شافها. ما ينفعش احنا اللي جوه مصر بنشوفها في التلفزيونات، لا احنا نروح الملعب نشوفها ونستمتع بيها ونطور، يعني ما فيش حاجه بتقف على لا ده احنا نخش ونطور. شوف الجمال، الجمال ده ما ينفعش ان هو ما يكون موجود في مصر احنا ما نروحش نشوفه. يعني هل اتفق الدوله اتفقت على انه ان شاء الله سيستمر التواجد وامتلاء الاستادات بالجماهير بالضوابط الموضوعه لتنظيم الامور بعد البطوله؟ بجانب بقى انا بناشد بقى من منبر حراك المحترم المنظمين، شباب مصر المنظمين اللي كانوا موجودين في البطوله او اللي كانوا موجودين في الثلاث مجموعات بتوع القاهره والثلاث مجموعات اللي في المحافظات، لازم نستعين بيهم في المباريات. دول شباب مصر زي الشباب بالظبط اللي بيخش يتفرج، وفي الاخر بعد بدايه المباراه بيخشوا يتفرجوا مع بعض، دول هيظبطوا من سلوك دول وفي الاخر هيطلع المنظر الجمالي اللي احنا شفناه. منظمين خدوا دلوقتي مستوى عالي جدا من التدريب سواء قبل او اثناء البطوله، وان شاء دول ما ينفعش اللي احنا نغفلهم، لا دول اللي هيكونوا بجانب الفان اي دي والنظام تذكرتي اللي احنا شفناه، ويعني حتى لو في سلبيات فهي لا تذكر، يعني انما ايجابياتها كتير. طبيعي في بدايه اي تجربه عشان حتى طبعا يعني هو اول يوم كان فيه طبعا يعني حاجات خلل بسيط، انما دلوقتي احنا كل ماتش بيبقى فيه تجارب زياده، كل ماتش بيبقى فيها تجارب زياده سواء للمتطوعين سواء لتذكرتي سواء لكل من هو شغال في الاستادات. طب هسأل حضرتك سؤال تاني، خلينا احنا دايما بندور على الافضل وبنفكر في الافضل ان شاء الله ونقدر على تحقيقه باذن الله ان شاء الله. بعض الناس بتقول مثلا بروح مباراه في اوروبا لليفربول لارسنال لتشيلسي لاي فريق، بيقول بدخل قبل المباراه مباشره، بعد المباراه بدقائق بيكون الناس خرجت خلاص من الاستاد. احنا ازاي نوصل لتحقيق الهدف ده؟ عارفين ان احنا لسه عندنا اعباء كبيره جدا على الامن، وان مصر كانت البطوله دي اكيد من الاحداث اللي كانت مستهدفه الى اقصى درجه وكان مطلوب تامين مضاعف، يعني عارفين حجم الجهد المبذول. هل احنا بنخطط لده؟ هل حضراتكم كمسؤولين في استاد القاهره مع القائمين على امور تامين الاستادات حتى في المباريات المحليه القادمه ان شاء الله بتفكروا في ده، ان الاستاد الناس تقدر تدخل مباشره قبل الماتش، ما يبقاش في انتظار لساعات قبلها ولا وقت كبير في الخروج بعدها؟ لو قلنا التجارب اللي موجوده في هذا، هما ليه بيخشوا قبلها بخمس دقائق وب10 دقائق وب7 دقائق؟ بالفعل حوالين الاستادات او جوه الاستادات بس من الخارج ماشي، بس جوه الاستاد في مجموعه كافتريات او كافيهات او كده على اعلى مستوى تقدر انت تنتظر فيها، في زي ما هو موجود بالفعل دلوقتي في الاستادات، بره الاستادات يعني او في جسم الاستاد من الخارج في اكتر من فاسيلتي نقدر ان احنا نستمتع بيه، اذا معانا اولادنا او زي ما ده موجود او الاسر او زي الاستادات العالميه. ليه الكلام ده ما يبقاش ثابت بقى؟ يعني ليه يحصل بطوله او يحصل مناسبه عشان خاطر اعمل الكلام ده؟ لا ده انا اعمل ملاهي جوه واعمل كافيهات عاليه جوه واعمل وشاشات عملاقه اقدر
اجيب فيها المعلنين وقتها قبل. احنا عاوزين المباراة. اللي يخش الاستاد مش مجرد الولد الشاب او الراجل الكبير، لا احنا عاوزين اسر. يعني زي بالظبط ما بيروح مسرح يستمتع، زي ما بيروح سينما لا يروح مباراه. واحنا شعب عاطفي بنعشق حاجه اسمها كره قدم، لازم نستغل الفرصه دي. وطبعا يا ريت جنبيها اللي احنا ما نزودش التيكت عشان يبقى الاسره كلها تيجي، ما يبقاش مجرد الشباب اللي هم من سن كذا لكذا هم اللي موجودين من 15 ل 25، لا احنا عاوزين نرفع من شان من هو بيخش يتفرج على المباريات. عاوزين البرفانات دايما اللي هي في الاستادات، عاوزين الشكل الجميل اللي احنا بنشوفه في 2006 و2009 وشفناه في 2019 يتكرر. دلوقتي حضرتك انت عندك الماتشات ما فيش طرفها مصر، جمهور قد ايه من مصر بيروح؟ بيروح الجمهور ده. احنا عاوزين بقى في ناس كمان مركزه او واعيه لدورها في المساهمه في نجاح البطوله، حتى مع الشكل المؤسف اللي ظهر عليه منتخبنا ويعني نودع البطوله مبكرا، وكان من اكبر المفاجات الفنيه خروجه في دور ال 16، ولكن في النهايه الناس عايزه البطوله تنجح وحريصه على انها تكلل الجهد المبذول ده بحضورها لحد المباراه النهائيه. ده اول حاجه اتعملت، يعني الاعلام عملها في القنوات كلها، البطوله ما خلصتش. دي حاجه يعني ده اللي فكر فيها، ده حد جميل. حد جميل يعني الافكار دي ما ينفعش انها تبقى في الادراج. المصري مشهور بثقافته العاليه في ان هو يبتكر، زي بالظبط ما احنا بنبقى في المدرجات مره واحده بيطلعوا اغنيه واحنا قاعدين ولا مرتبينها ولا عاملين لها بروفات قبل كده ولا اي حاجه، مره واحده بنلاقي حاجات جميله، افيهات جميله. المصري طبعا افيهاته جميله، الكلام ده كله لازم يطلع يطلع ويطلع للنور بس بايجابياته. انا ما ينفعش ان انا اشوف حاجه وحشه في المدرجات اجيب الكاميرا عليها، ما ينفعش الكلام ده. طيب احنا عايزين نتكلم شويه عن ارضيات الملاعب اللي تم التعاقد عليها ووصولها لهذا الشكل المرضي والمبهر. يعني حضرتك بتقول انه مطابق للاشتراطات الاكثر تطورا في العالم، هل في عقود صيانه شان كمان اشهر الاستادات في العالم، وهل هي مع شركات اجنبيه تعاقدنا معها قبل البطوله لتحقيق هذا يعني الانجاز في وزمن قياسي، ولا نقل الخبره تم للخبرات المصريه وللشركات المصريه اللي هتتولى رعايه وصيانه هذه الاستادات وارضيات الملاعب في الفتره؟ هي طبعا بشركات مصريه بس بخبره عالميه. يعني هو طبعا الاستاد القاهره طبعا هو اللي اتعمل فيه التجربه الاوروبيه اللي اتعمل فيها ان هو خليط ما بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي. باقي الملاعب اتعملت طبعا لما ارتاحت ماشي قدرنا نشوف ارضيه جميله، ما برضو الجو المصري جو حلو. احنا دلوقتي بالذات كمان الفتره دي فتره كويسه لنمو النبات، يعني النبات بيقدر ان هو ينمو بصوره المناسبه الايام دي. ماشي احنا قصتنا كلها في شهر 1 و2 وشهر 12 ساعات ماشي، انما في الاخر الصيانه اي حاجه في مصر اي حاجه في اي دوله في العالم ما فيهاش صيانه مش هتكمل بنفس الصوره الجميله اللي احنا بنبهاها كلنا. في الاخر هو مستطيل الاخضر، انما هندي بقى ضغط زي ما احنا كنا بنعمل على استاد القاهره وباقي الاستادات زي بيتروسبورتو اللي كان عليها ضغط مباريات، لا دلوقتي خلاص دخل الخدمه استاد القاهره استاد الكليه الحربيه بالنسبه للقاهره اقدر اوزع المباريات ماشي. فبالتالي بقى ايه لجنه المسابقات الحاج عامر حسين ربنا يديله صحه في الايام الجايه ماشي ان هو يوزع المباريات بقى على الاستادات اللي دخلت الخدمه بجانب الاستادات اللي كانت موقوفه انها انت عندك كام استاد تدريب اتعمل؟ استاد الشمس استاد سكه الحديد نعمل عليها المباريات، انه يبقى في فترات راحه لارض الملعب نفسها كافيه بين المباريات، ما يعني لا يتم اهلاكها بشكل مبالغ فيه، وانه نوعيه الصيانه واحترافيه الصيانه اللي بتتعمل امر كمان مهم تمام. جدا والدليل على كده ان ما فيش استاد في دولي ما بيتلعب عليه اكتر من مباراه كل اسبوعين صحيح. يعني لو رحنا اي دوري من دوريات الاوروبيه ونشوف الملعب بتاع بيتلعب امتى، هو مباراه كل اسبوعين، هو عنده مباراه اسبوع داخل واسبوع خارج. الاسبوع الداخل على ارضه، الاسبوع الخارج ومفيش حاجه اسمها تدريبات على ارضيه الملاعب الرئيسيه للمباريات. الكلام ده شفناه اهو واتطبق في الكاف، مش عاوزين ان احنا بعد كده في الدوريات المحليه نقول نعمل مباريات على استاد الحربيه ولا تدريبات على استاد الحربيه او استاد القاهره او بيتروسبورت، دي استادات للمباريات تنزل تاخد الاحساس بيها تاخد ان كلها لكن في ملاعب تدريب ما ترهقش ولا وبالفعل دلوقتي اتعمل ملاعب تدريب على اعلى مستوى تضاهي ملاعب المباريات. انت عندك اربع ملاعب في استاد القاهره للتدريب، عندك ثلاث ملاعب في استاد الدفاع الجوي، عندك ملعب الشمس، ملعب السكه، الملاعب دي كلها كانت خارج الخدمه الى حد ما، انت دلوقتي دخلتها جوه الخدمه وبيقابها صوره نحافظ عليها زي ما حضرتك قلت كده. الصيانه دي اللي تحافظ على اي حاجه موجوده، الكوبايه دي لو ما اتعملناش صيانه وكده هتبوظ ماشي، الجهاز بتاع حضرتك في الصيانه دي اللي احنا ساعات بنغفلها.
فدلوقتي احنا عندنا شركات على اعلى مستوى تقدر انها تصين الملاعب وتتوزع المباريات. مفيش شركات مصريه بتقوم بالمهمه. شركات مصريه طبعا. طبعا بس في بعض الخبرات الدوليه اللي بنستعين بيها لحد بس ما تدرب الناس بتوعنا والمهندسين بتوعنا واطقم العمل اللي بتقوم بالصيانه والمكن والكلام ده. الكلام ده طبعا مش هينفع اللي هو لازم نقل الخبره دي للقائد. الجمال اللي احنا شفناه في تنظيم 2019 سواء مباريات او ملاعب او تنظيم لازم نكمله في الدورات المحليه تبقى هي تضاهي بالفعل ما حصل في 2019. حتى في مستوى النقل والبث والتصوير وكواليتي الاخراج الخاص بالمباريات كل شيء مميز جدا. احنا عندنا كل حاجه، معدات الخامات من المخرجين وبتاع، بس لازم نديهم فرصه ان هم يروحوا يطوروا من نفسهم او عن طريقنا برضو ياخدوا دورات بره، نجيب لهم من هو يديهم احدث حاجه موجوده. الكلام ده كله مش بكتير، الكلام ده هيفيدنا في نقل المباريات بالصوره الجميله اللي احنا شفناها والبصورة الجميلة بالفعل اللي احنا محتاجينها في الدوريات المحلية بتاعتنا. طيب التأثير للأمور الفنية اللي كانت أكبر مفاجآت البطولة هي خروج مصر والمغرب مبكرا من هذا السباق. بكل الحسابات مصر والمغرب كان بيتوقع ان هم من الفرق الاقرب قبل انطلاق البطوله ان هم يبقوا في النهائي، وناس تقول مصر اقرب انها تاخد البطوله لعوامل كثيره، وناس تقول المغرب اكثر منتخب مؤهل للبطوله. كان من اكبر المفاجات تاثيرهم فنيا على استمرار نجاح البطوله والحضور الجماهيري، وكيف تم التعامل مع هذا الامر؟ والله طبعا ما ننكرش طبعا دي اثرت على مش الحضور الجماهيري بقى، اثرت على نفسيه المصريين. بس اتفرج كده ايه، نسترجع كده المباراه بتاعت مصر ومع جنوب افريقيا لما خرجنا من البطوله ايه اللي حصل. احنا ماشيين متاثرين، الناس كلها زعلانه وبتاع، انما شفنا اي شائبه تعوق ان لفظ طلع من المدرجات، حاجه اتكسرت سلوكيات. الله، طب احنا عندنا اهو السلوكيات الجميله ليه ما نطبقهاش في دورياتنا؟ يعني احنا ما فيش اكتر من منتخب مصر. منتخب مصر احنا خرجنا من الادوار يعتبر الاولانيه، دور 16 ده يعني الادوار الاولانيه في البطولات اللي فاتت لم يشوبها شائبه. النهارده ما كنا يعني طبعا احنا البطوله في مصر وبطوله افريقيه طبعا بنبارك للسنغال، بس كان عندنا عاطفه شويه مع تونس النهارده انها تكس لما خسروا الحكم، عشان اقول ظلم ولا ما ظلمش دي مش بتاعتنا ماشي، بس برضو ايه قال لك احنا ما شفناش حد اعترض ولا في الملعب تحت ولا فوق في المدرجات، وفي الاخر مباراه توقعنا ممكن يحصل مشاكل ما حصلش. الله، يعني احنا مع بعض بس اللي بنعمل مشاكل؟ لا، يعني عايزين ننقل بقى الثقافه دي. ايوه، الثقافه دي بقى للملاعبنا في الشغل المحلي. الكلام ده هينقلنا نقله تانية خالص. هيبقى الاعلانات هتزيد، القنوات اللي بتنقل هتزيد. ما هو برضو احنا عندنا زي ما احنا عندنا حب لكره القدم بالذات دوريات في اسيا وافريقيا يعني اقل شويه واوروبا وكده، هتحتاج انها تنقل المباريات بتاعتنا. يا دكتور وليد، ان كل ما الجمهور هيلتزم اكتر ويعي اكتر دوره في نجاح منظومه الرياضه والكوره هيخلي الجمهور يحضر، وهيخلي اسهل على كل الاجهزه انها تساعد على امتلاء الاستادات بالجماهير وعلى التذاكر والايرادات، نجاح المنظومه بشكل عام. طبعا انت الجمهور زي ما احنا دايما بنقول اللاعب رقم 13 في الملعب، بيدي روح للجهاز الفني، بيدي روح للعيبه، بيدي روح للجمهور حتى اللي هو في البيت. التشجيع ده والتشجيع المثالي طبعا بيعمل ابهى صوره من الجمال اللي يخلي الواحد حتى بعد كده يروح شغله وهو مبسوط. يعني اتفرج احنا لما بيكون في شائبه، يعني مش عاوزين نقول الاحداث اللي بعضها حصلت في بعض الملاعب، احنا فضلنا فتره ما بنتكلمش الا على الخسائر انما دلوقتي لما بنكسب ولا بنعمل مباراه جميله ولا بنعمل بطوله جميله، ما احنا دلوقتي مصر طلعت، احنا زعلانين على مصر طلعت، بس فرحانين بتنظيم البطوله، فرحانين بنجاح البطوله، فرحانين كل شويه نبص على الحاجات الصغيره اللي احنا بنشوفها في الاستادات من الدخول الخروج للاولاد الصغيرين يعني حاجات صغيره كده ليها معاني حلوه بتخليك اللي انت عاوز تتفرج على الماتش، عاوز تتفرج على الجمال اللي موجود حوالين الماتش، مش مجرد المستطيل الاخضر بس. طول الوقت احنا بنشوف المباريات العالميه بنقول ليه ملاعبنا ما تبقاش كده، ده بدأنا نشوف الشكل. احنا دلوقتي بنشوف قبل المباراه وهم بيعملوا يعني اللقاءات، بنشوف الخلفيات، مفيش حد بقى طالع ورا اللعيبه عمال يشاور ولا الحاجات دي. طب خلاص خلينا نسمع رأي قادم من المغرب، هذا الرأي من أحد الصحفيين ونقاد الرياضيين المغاربة، يتحدث أيضا عن تأثير خروج مبكر، هذا الخروج المبكر لمنتخب المغرب من البطولة كان مشابه لسيناريو خروج منتخب مصر، وإن كان طبعا السيناريو المصري كان أصعب لعوامل الأرض والجمهور والحسابات الخاصة بتنظيم واستضافة البطولة، لكن خلونا نشوف هذا الرأي عن خروج المنتخب المغربي. من المدرب ما
ما بقاش عنده وقت للاشتغال طيله السنه. تعرفوا متعاقد مع المغرب ومقيم باستمرار في السنغال، يروج لمشاريع اقتصاديه هناك مع زوجة الراحل بيتشو في اكاديميات، يقوم اشتغال باستمرار، يزور المغرب وينتقل للسنغال، حتى عندما يكون يقيم في المغرب فيقيم في مدينه مراكش السياحيه وليس الرباط مقر الجامعه. فالجامعه تغاضت عن هذه الاشياء، تغاضت، وهناك اطراف اخرى داخل المغرب تدفع في اتجاه ان تضعف سلطه الجامعه او الاتحاد المغربي على المدرب. فالمدرب راى بانه لا محمي طرف جهات ما، فهذه الحمايه اصبح رونار لا يقبل الاستشاره، لا يتكلم ولا ينسق مع الاتحاد المغربي، رغم ان رئيس الاتحاد المغربي هو رئيس لجنه الاتحادات او لجنه المنتخبات الوطنيه، وبالتالي فرض ان يكون عنده عين باستمرار على الدوري. ثانيا ان المدرب ربط علاقات خاصه مع مجموعه ديال اللاعبين خصوصا الناطقين بالفرنسيه، فكون لوبي، وهذا اللوبي لو قبلوك تلعب تلعب، ما قبلوش تلعب ما تلعبش. والدليل هو حاله حمد الله وقبلوا حاله ازارو، مجموعه ديال اللاعبين لو ما قبلوكش اللاعبين الذي يقودهم بن عطيه فلن تلعب مع الفريق الوطني، واذا ارادوا ان تلعب حتى ولا تكون بالنسبه امكانياتك انك تحضر. والدليل هو بوطيب قاد موسم ابيض مع الزمالك وما عدم حضر باستمرار ولا يمنع اي مقابله. كذلك داكوستا متواضع مستواه، في لاعبين افضل بكثير من نجد المغرب، على سبيل المثال لاعب بانون فريق الرجاء البيضاوي، فهما لاعبين داخل الانديه المغربيه لعبوا على المستوى القاري، وصلوا في النهايات، ولكن لا يوجد لاعبين يمثلون المغرب في هذا التظاهر. سلام عزارو؟ زارو ما كانش ظلم قبل، ولكن زارو ربما عانى من الاصابه اللي خلاته ما يكونش جاهز لله، ولكن اللي ظلم هو حمد الله حالته فيها وجهين. اولا كان فرض انه يستمر لانه حضوره كان مطلب اعلامي وجماهيري، ثانيا كان على اللاعبين واساسا بن عطيه كعميد يستقبل بطريقه لائقه لاعب محترف عنده امكانيات اللي كان ممكن انه يفيد الفريق الوطني، ولكن استقبله بطريقه خشنه. هل رينار قادر على تدريب منتخب مصر بعد تجربه منتخب المغرب؟ ما عرفش الامكانيات تختلف. ربما انا سالوني واش رونار يستمر مع المغرب او لا يستمر، فقلت اذا كان رونار بالصيغه الحاليه القائم باستمرار لن يفيد الفريق الوطني، ولكن اذا اراد ان يشتغل مع المغرب ويستمر فعليه وفق شروط اخرى ان يقيم في المغرب ويشتغل باستمرار ويركز مع المنتخب المغربي باستمرار ومع الانديه المغربيه من المنتخبات الفئات الصغرى، لان العقد يتضمن انه هو تكون عنده عين على المنتخب الاولمبي، تنسيق دائم مع الاداره التقنيه الفنيه، فهذه الاشياء لن يقوم بها، وبالتالي دخل في اشياء اخرى ربما تخدم شخصه اكثر من المنتخب. هيكمل ولا مش هيكمل؟ رونار هناك علامه استفهام كبيره، فسبحان مبدل الاحوال مباشره بعد نهايه مشاركه في موسكو، فتعنطر رونار وقال انا ذاهب لليابان وانا ذاهب للجزائر وانا ذاهب للخليج. الان تغيرت الامور، يقول انا ساستمر. في هناك مساومه على مستوى العقد، لان العقد يستمر الى 2022، عقده يستمر وفيها شرط جزائي للتخلي عنه يساوم للحصول على امتيازات اخرى وابتزاز. استمعنا مع حضراتكم لرؤية فنية ومتابعته للبطولة وانطباعاته عن البطولة وعن الخروج المبكر للمنتخب المغربي الناقد الرياضي المغربي الأستاذ محمد رحلي، وطبعا الأوساط المغربية لم تكن راضية عن أداء المنتخب المغربي وخروجه المبكر من البطولة، لأنه كان أيضا بيتمتع شأن المنتخب المصري اللي بيزيد عنه بعوامل الأرض والجمهور وتنظيمنا واستضافتنا للبطولة، ولكن كان بيتمتع كمان باسم مدير فني متميز بإجماع الآراء هيرفي رينار وعنده خبرات كبيرة، فضلا عن لاعبين محترفين وقدراتهم الفنية ليست محل خلاف، فلم يكن هناك ما يبرر من وجهة نظر الكثيرين هذا الخروج المبكر وغير اللائق بقدرات ومستوى المنتخب المغربي اللي توقعت الناس أنه يذهب لأبعد مدى في هذه البطولة وينافس بقوة على اللقب. استأنف هذا الحوار مع الدكتور وليد الكاشف المدير العام بهيئة استاد القاهرة. دكتور وليد، حضرتك بتقول ان لابد من الاستفادة بطاقات الشباب والخبرات الكبيرة اللي احنا قدرنا نكونها حتى من عناصر شابة وكوادر شابة في اعداد وفي تنظيم الامور الخاصة بالبطولة، نعمل ايه؟
والله هي ليه في تجربه سابقه لهذا الموضوع، يعني حصل معانا شخصيا ومع جيلي. احنا في 91 وما ادراك ما 91 كانت وعمرو دياب وافتتاح دوره العرب الافريقيه. بعديها احنا كنا حوالي 3000 شاب ومن جميع المحافظات يعني، واتعمل لنا برضو زي ما اتعمل برضو الايام دي انترفيوهات، وكلنا كنا طلبه في الجامعات، وروحنا كلنا عارفين ان احنا مش هناخد ولا مليم، كلنا عارفين ان احنا رايحين نحاول ان احنا نشتغل في البطوله ويكون لنا دور في اي حاجه بس عشان الحدث ده ينجح. وخدنا فلوس على فكره في الاخر يعني عشان بس هو كويس الصراحه كويس. بعد البطوله الدكتور عماره ورؤساء اللجان قالوا الشباب ده احنا فضلنا كام شهر موجودين مع بعض ليل ونهار ما كناش بنروح، نوديهم فين الشباب دول؟ خدنا خبرات ما ينفعش انها تروح كده. حصل ألفة وتعاون بيننا وبين بعض، قال لك لازم ندور لهم على حاجه نجمعهم وفي نفس الوقت يبقوا لهم ذخيره للبطولات وذخيره لتنظيم البطولات والدورات، ونقدر ان احنا نستفاد بيهم جوه الجامعات كمان انهم يكون لهم يعني دور في الانشطه، سواء اتحاد الطلاب سواء لينا دور بناء للمجتمع، ما يبقاش مجرد ان احنا خدنا دورات على اعلى مستوى ومكثفة، ما يبقاش خدنا تجربة عملية في الاستادات والصلاة. عملونا نادي يعني تميمة الدورة ساعتها كانت حورس، وحورس ده كان زميل لينا اسمه ياس، عمل لنا نادي اسمه نادي حورس، وده كان تواجده في الاستاد، عملها لنا في سنتر برضو. انتوا مرتبطين بقى في الجامعه باسره حورس اللي في الجامعه؟ لا ده بعد كده، ده بعد كده انا ما كنتش اعرف انا حاجه. اسر حورس دي، اسر حورس دي بعد ما احنا دخلنا اتعمل لنا نادي تحت التاسيس اسمه نادي حورس، كان مقره استاد القاهره، كان تحت المدرجات بتاع السباحه، حاجه صغيره كده كنا بنتجمع فيها، ومنها بقى في مجموعه داخل الجامعه كمان مع كلنا في الجامعات، كلنا كنا طلبه في الجامعات، ما كانش في حد لسه فينا خريج، كلنا اللي انا كنت في رابعه فيه اللي كان في ثالثه فيه ما كانش في حد عندنا خريج، كلنا كنا يعني خدنا دوره جامده جدا جوه وبره البطوله، خبرات على اعلى مستوى في التنظيم في ما كناش الكلام ده كله عندنا خبرات فيه. اقصى حاجه اللي احنا كنا نروح مثلا مع الدكاتره بتوعنا في افتتاح البطولات نفضل 3 اشهر يطلع روحنا عشان نعمل جداريه واحده بس تطلع في تلفزيون نص دقيقه، ونفضل 3 شهور نتدرب عليها. احنا اتطورنا جامد جدا، قدر ساعتها اللي احنا والدوله استفادت بيكم، بدات استفادت بينا في ايه، استفادت بينا في حاجات حلوه جدا في قطاعات رياضيه كتير. احنا كلنا بعد كده بقينا رؤساء اتحاد طلاب الكليات والجامعات، وبقى لينا دور مجتمعي، بقينا نسافر. انا في العهد ده سافرت كام سفريه بره شبابيه، سفريات شبابيه، خدت استفدت من اللي انا رحت لهم، الدول اللي انا رحتها وبالدول كان بروتوكولات تعاون بيننا وبين، كان في قافله مثلا لتونس بنروح 150 ولد والبنت، ويجوا لنا 150 ولد وبنت، نقعد قعدنا 29 يوم هناك وهم يجوا يعملوا عندنا نفس الحوار. في حاجه تانية ايجابيه جدا يا دكتور وليد، بعد خروج منتخب مصر والازمه اللي اثيرت في وسائل الاعلام وغضب المجتمع المصري وشعوره ان في قدر من التهاون او الاهمال على اقل تقدير ادى الى خروج المنتخب بهذا الشكل، في يعني رب ضاره نافعه في بعض الامور اللي الناس شافت رغم هذا الضرر، الا ان احنا شفنا ان في احترافيه في شكل اداره البطوله، وانها لم تهتز شكل التنظيم او الفعاليات باي شكل، نظرا بقى لفكره ما اثير عن اقالات او استقالات او تحقيقات الى اخر هذه الامور، او اي اجراءات بتتبع او جاءت بعد خروجنا بهذا الشكل غير المقبول. واضح ان كان في فصل للامور تماما وتوزيع للمهام بشكل احترافي بين اللجنه المنظمه للبطوله حتى لو فيها رئيس الاتحاد المهندس هاني ابو ريده وبين اتحاد الكوره واشخاصه. بالفعل اول ما مصر اتحقق ليها تنظيم البطوله، اتحاد الكوره هو المنوط وهو المعني بالبطوله وتنظيم البطوله والملف وي وي وي، انت دورك استراتيجي اللي انت حطيت منهج اللي انت عاوز تنظيم البطوله طبعا عن طريق الموافقه الحكوميه، عن طريق الوزاره، عن طريق رئاسه الجمهوريه، على الخطوط العامه، الخطوط العام. انما بعد كده بقى في شغل احترافي بقى، ما ينفعش اللي انا رئيس اتحاد يعني اعضاء مجلس الاداره اللي انا امسك كل اللجان، لا ده انت ليك دور، الدور ده اللي انت بتعمل استراتيجي، الاستراتيجي ده بعديه بقى انت بتختار مدير بطوله، بتختار رؤساء اللجان، بتختار رؤساء المجموعات، بتختار مين، بتحط سياسه ومنهج وتجيب ناس ذو خبرات. ما شغل التطوعي ده في مصر يعني في اي حته في العالم، يعني الانتقالات الشديده والحاده جدا لاداء اتحاد الكره في الفتره اللي فاتت، وفي فصل بين ده وبين الاداء الجيد في ترتيبات البطوله بدليل الاشاده المستمره بنجمنا محمد فضل وجهده ودوره الكبير مع فريق العمل. بالفعل طبعا محمد فضل نجم من نجوم الاهلي ومن من الناس اللي يشهد لهم بالكفاءه، والدليل على كده من امتى كنا بنشوف مدير بطوله مع احترام لما كان موجود قبل كده ينزل الملعب الناس تسقف له،
يعني بالرغم بعد خروج المنتخب لما ينزل دلوقتي الاستاد محمد فضل بيتسقف له. ماشي محمد فضل عمل معايشه في روسيا في بطوله كاس العالم اللي كانت في روسيا، عمل معايشه مع المدير التنفيذي، خد خبرات قدر ان هو ينقلها لنا هنا، خلاف طبعا اللغات اللي عنده، خلاف ان هو ناشط وشاب يقدر ان هو وقدر ان هو بالملكات اللي عنده دي والقدرات والخبرات اللي خدها، اللي هي هو قدراته الشخصيه اللي هي مؤهله لده، والخبرات اللي بالتعاون بقى واعداده بشكل جيد ليكون مدير ناجح بالفعل. والدليل على كده المهم الحاجات دي كلها قدروا ان هم يستوعبوها ازاي بالمعسكر اللي هو اتعمل ده خارج القطر خالص بنفس الجو بنفس اللعيبه، خرجوا من، احنا بنشوف دلوقتي رمضان صبحي وهو ماسك راكب عجله، يعني معنى كده اللي انت تخرجوا من الضغط نفسه، رمضان صبحي كان نفسه يكون مثلا مع المنتخب، لا شوف دلوقتي يعني خرج من الجو العصبي النفسي، هي دي اللي احنا بندور عليها، الاحتراف في كل شغلنا، الراجل الجزء الفني مع الفني، الجزء الاداري مع الاداري، الجزء التقني مع التقني، ده في الاخر هيطلعنا للمنظومه الناجحه اللي احنا بندور عليها دي زي ما احنا شايفين كده منظومه النادي الاهلي. هرجع اختتم الحوار ده معاك يا دكتور وليد بعد متابعه التقرير التالي الخاص بقدره مصر على استضافه بطولات اكبر من كاس الامم الافريقيه ومناسبات يعني اكثر تاثيرا كمان على الساحه الدوليه والعالميه في عالم الرياضه وكره القدم، بعد متابعه هذا التقرير نعود عشان نسمع راي حضرتك في هذه الاراء من عدد من الرياضيين المصريين، خلونا نشوف التقرير. اتمنى هذا يعني انا اتوقع يعني ان مصر تسعى يعني، واتمنى انها تسعى على الاقل استضافة كاس عالم للشباب، يعني احنا نجحنا قبل كده في تنظيم كاس عالم الناشئين ولازم نسعى لكاس عالم الشباب، يعني طبعا المونديال الكبير ده له شروط وكراسه شروط صعبه جدا، هناخدها خطوه نقدر نوصل ان شاء الله ان احنا ننظم احداث ممكن نستضيف احداث زي السوبر الاوروبي مباراه، لان الجمهور متزوج جدا، عندنا ملاعب بسم الله ما شاء الله الوقت نفخر بها، يعني عندنا طبعا مصر بلد سياحه وبلد مضيافه، فاحنا عندنا مقومات كثيره جدا لاستضافه احداث كرويه كبيره، يعني ما نقدرش نقول المونديال في الوقت الحالي الكبير ولكن احداث رياضيه كبيره ان شاء الله بنقدر نستضيفها. الرساله اولا ما كانتش موجهه لافريقيا، موجهه للعالم كله، لان الكره الافريقيه محط انظار كل العالم. اولا اللي بيبقى فيها من نجوم اساسا هم بيبهروا العالم حاليا، يعني محمد صلاح على ساديو ماني على اوباميانج على كل دول مسيطرين على الساحه الان. شيء طبيعي جدا العالم كله يتابع افريقيا باعتبارها منجم النجوم. من هنا احنا بنقدم كتنظيم هذه الصوره المبهره لمصر، غير بقى يا اخويا شريف 2010 لما كنا قاعدين متقطعين على نفسنا وعمالين اسوان تؤيد واليوب تناشد، لا المساله اكبر كتير من كده. النهارده بنقدم نفسنا في ابهى صوره للعالم، اعتقد ان الاتحاد الكوره لما بيفكر في ان يستضيف السوبر الاوروبي مع حق، كبرى المباريات العالميه مع حق، بعد كده ان شاء الله كاس العالم، مع ان طبعا 2006 2022 معروف قطر، 2026 محجوزه لامريكا الشماليه، 2030 لامريكا الجنوبيه عشان الذكرى المئويه لكاس العالم في اوروجواي، يعني احنا قدامنا وقت بس نرتب برضه والاجيال الجايه ان شاء الله تستمتع باستضافه مصر لكاس العالم باذن الله. انا اتمنى يعني مش عايز اقول كاس عالم لان لسه ليها ظروفها، لكن احنا نستطيع ننظم كتير من السوبر على العالم كله في مصر بالامكانيات اللي عندنا، نستطيع ننظم دورات صغيره، عندنا بطولة المنتخبات الأولمبية إن شاء الله في نوفمبر هتبقى امتحان جيد جدا، 8 فرق مجموعتين سهلة جدا، أعتقد هنبهر العالم فيها، أتمنى تكلل برضه بصعودنا لأولمبياد لندن 2020، لكن إحنا قادرين ننظم كتير جدا من الفعاليات. ينفع وخاصة إن أنت عندك جميع الإمكانيات، عندك استاد تفخر بيه حاليا بعد التجديدات اللي تمت، عندك منظومة من الشباب اللجان الشبابية اللي اشتغلت وأدت دور رائع جدا وورت يعني ايه شعب مصر وشعب مضياف. او انا كنت ليا تعليق برضو ان شعب مصر شعب مضياف، نجح البطولة مع الجهات المعنية.
هتلاقي كل حاجه، هتلاقي الحاجات دي مطلوبه بعد كده، بس انت مفروض منك دعايه اكتر، مفروض انت تعطي انطباع بده، خلي بالك. بص، الشغل الحلو في الدنيا دي كلها شغل تسويق، هتسوق كويس لنفسك، هتلاقي نفسك مهتم بيك من كل انحاء العالم. انت راكن نفسك وما بتحاولش انك تسوق نفسك، خلي بالك اي حاجه في العالم بتنجح من خلال التسويق. احنا لازم يكون عندنا شغل تسويقي رائع، ان شغل تسويق على اعلى مستوى، ناس حرفيين في موضوع التسويق، مش مجرد يكون عندنا حاجه. يعني مصنع بينتج اشياء كثيره للغايه وراكنها جنبه ملاش اي لازمه، حتى لو كان المنتج افضل مما يكون. فبالتالي احنا عندنا دلوقتي عندنا ملاعب رائعه، عندنا ملاعب، عندنا تنظيم رائع، فلا بد ان يكون تسويق، وده دور الدوله طبعا ودور الشركات التسويقيه اللي هي تعمل دعايه ورواج، لان احنا نستاهل ده. ده التوجه بتاع الدولة اللي جاي. لما بنتكلم مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قال لي انه ده تبني عليه. عندك منظومة دخول جماهير ألبي، انك انت عايز جمهور. النهاردة في آلية في الفان اي دي تقدر تدخل الجمهور اي محفل جاي ويقدر يحصل على تذاكر بنفس الآلية. بتكلم على ملاعب، النهاردة عندك 6 استادات استقبلت 24 منتخب. كل فرقة لأول مرة ما حصلتش في كاس عالم لها ملعب فرع للتدريب خاص بيها. خليني اقول لك انه كمان الدوله هتكمل، يعني مش هنكتفي بدوله، لا ده هم داخلين المرحله الجايه هيطوروا كل ملاعب الانديه الشعبيه، كل الملاعب الكره اللي هنا. فده هيخليك مش تقدر تستضيف كاس عالم، تقدر تستضيف دوره اولمبيه، وانا اعني هذا الكلام تماما. عندنا تحديات وعندنا اشتراطات لازم نحققها عشان ننظم بطوله كبيره زي كاس العالم او بطوله دوليه ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه. وفي المراحل اللي جايه مع التطور الكبير اللي بيحصل في الدوله وبيحصل في كل قطاعات الدوله، اعتقد ان شاء الله هيبقى عندنا الفرصه دي. يعني احنا كاس عالم شباب احنا نظمناه قبل كده، واعتقد ان احنا بالامكانيات دي ننظم كاس عالم كبار. يعني كاس عالم، يعني احنا خلي بالك احنا عندنا بطوله 6 مجاميع و6 ملاعب، وعندنا كم ملعب ما استخدموش. يعني احنا عندنا استاد الجيش في السويس ده تحفه، استاد برج العرب تحفه، كل ده مش في بطوله. يعني احنا كمان الملاعب، لو في ملاعب كمان اتعملت، ملعب في العاصمه الاداريه، ملعب في شرم الشيخ او الغردقه، ده تقدر تنظم. يعني احنا كنا ما بنثقش في نفسنا ان احنا نقدر، لا البطوله دي بينت ان احنا نثق في نفسنا وان احنا قدها وان احنا نقدر ننظم مش كاس عالم شباب، كاس عالم كبار. لا ممكن، فتنظيم كاس العالم الشباب في مصر بهذه الامكانيات ممكن، لان الان تقدم ملاعب في مستوى، صراحه مستوى. حتى ملعب، انا حضرت بزاف ملعب السلام فهذه النموذج للملاعب يمكن انها تكون منتشره في الدول العربيه. علاش 20,000 25,000 غير استاد القاهره؟ لا، فالدولة حتى هذا في التفكير ولا عند المغرب، في ملاعب 2-3 كبيرة، ولكن ملاعب أخرى تكون بطاقة استيعابية متوسطة ولكن مجهزة على مستوى في قاعات، في منصة صحافة. ولكن الملاحظة على ملعب السلام، منصة صحافة صغيرة ما قدرش أن تستوعب العدد الهائل من الصحفيين. بطبيعه الحال سهل جدا، لكن الحكايه فيها بيزنس، ما ده اللي بقوله لك. اول ما تتحط خريطه الطريق زينا زي كل العالم، ستستطيع ان تجلب يعني فريقين، تخاطب الاتحاد الاوروبي، تخاطب المنظومه الدوليه لاستقطاب يعني سوبر، ما مباراه كبرى ما، لانه الترويج والتسويق بان هنا باستاد القاهره هو الاعلى دخول للجماهير بين كل الملاعب. ده طلع في الارقام العالميه، يعني مش بقول مثلا، لا بقول لك ده صدر بيه من هيئه الاحصاء انه استاد القاهره الاكثر حضور في كل البطولات عدد الجماهير يعني. وبالتالي اعتقد ان احنا الحمد لله مؤهلين تماما لاستقطاب احداث عالميه، شريطه ان نصبح لدينا منظومه عالميه. من السهل جدا، اكتر بطوله ممكن تحارب عليها هي بطوله كاس العالم للشباب، ما تتكلمش عن بطوله كبار خالص، لان لها معايير ولها قياسات. ولكن انا امكانياتي احسن من كاس العالم، بس انت النهارده الثقه بقت مفقوده ما بينك وبين الفيفا، بقت الثقه مفقوده بينك وبين الكاف. لان انا برضه عايز اقول ان الاتحاد الافريقي بيعيش اسوأ ايامه، رئيس الاتحاد ممنوع من دخول الكاف، ورئيس اتحاد مصر ممنوع من دخول الجبلايه. احنا اكتر من كده هنقول ايه؟ دكتور
دكتور وليد الكاشف، تعليق حضرتك على محتوى التقرير اللي تابعناه دلوقتي. والله طبعا كل السادة الزملاء النقاد الرياضيين قالوا كلام جميل، وهنزود بس عليها اللي مصر سباقة بكل حاجة، في الملاعب، في الاستادات، في الفنادق. احنا بلد سياحية، عندنا كمية فنادق وعدد فنادق وبدرجات عليا من النجوم موجودة، نقدر ان احنا نستوعب مش بطولة أمم أفريقيا، لا بطولة عالم، ولكن طبعا ليها وقتها. فكان فاضلنا جزئية بس صغيرة، والحمد لله بعد ما شفنا اللي حصل في 2019 في أمم أفريقيا، الأمن، احنا دلوقتي احنا مرور على أعلى مستوى، الاستادات تأمينها طبعا كل التأمين من الخارج، ودي طبعا الحاجة الجديدة اللي احنا شفناها في كأس الأمم، ان التأمين كله من الخارج، وكل ولادنا المنظمين او تذكرتي او الشركة الأفريقية او كلهم من الداخل، فدي حاجة كانت جديدة موجودة في العالم كله، كانت ناقصاها بس في مصر، بدأت ايه تنظم في مصر، وبدأ كل واحد يعرف مكانه فين. فكان فاضل لنا الجزء الامني، ما ينفعش ان يكون كل اتجاه عندنا يبقى حائط الصد بتاعنا هو الامن، لا، ده دلوقتي كل واحد ليه دوره، سواء منظمين، سواء البوابات الالكترونيه ومن قائم عليها، سواء اللي بيعمل استراتيجي بتاع البطوله، الاحتراف الاحتراف الاحتراف، فدي موجوده الحمد لله. اهلا وسهلا باي بطوله، سواء عالميه او نهائي دوريات او سوبر اوروبي، او مصر غنيه باولادها انهم يقدروا ينظموا احداث احسن اللي احنا شفناها كده. كمان كان في ملاحظه من اكتر من شخصيه من الشخصيات اتكلمت في التقرير ده، وعايز اعرف مدى اتفاق او اختلافك معاهم يا دكتور وليد. الناس قالت نقدر نحقق الكثير والكثير، ويبقى سقف نجاحنا بلا حدود لو اخترنا دايما الكوادر اللي بتشتغل عشان البلد دي تنجح، واخترنا العناصر اللي بتتكلم عن نجاح مصر من خلال نجاح الحدث، وليس نجاح شخصي ليهم او انهم يتكسبوا او يتربحوا او يعملوا مكاسب شخصيه. ان احنا دايما في الاحداث الكبيره العالميه دي بتبقى عايزه كتيبه عمل بتمثل كل الجهات في الدوله اللي بتنظم حدث بالحجم ده، الكل بيسعى ويقدم كل ما لديه واكثر من جهد عشان الحدث ينجح وبلده تنجح. هي اهميه النقطه دي، الدوله راعت بطوله، بالتالي بقت كل منظمات الدوله او هيئات او الوزارات اللي في الدوله بترعى هذه البطوله، اللي في الاخر هيعود على مصر، مش مجرد مباريات لا ده سياحه واقتصاد والاستقرار الامني ده اللي كان فاضل لنا فعلا، اللي احنا كنا بنقول عليه ده مكاسب كثيره، يعني مكاسب كثيره. وبعدين دلوقتي احنا لما جينا اخترنا ناس محترفه، كل واحد في مجاله محترف، دي ليها مدلول كبير. خلاص حته العمل التطوعي والاشاده ونطلع نقول اي كلام، لا، انا دلوقتي مش لازم اتكلم بس افعل، الفعل بتاعي هو اللي طلع لنا تنظيم محترم. التنظيم المحترم ده نتيجه كان فعلا كان الكلام قليل والفعل اكتر، يعني العمل الاحترافي واختيار الكوادر المؤهله طبعا طبعا، ويبقى في منظومه فيها رقابه على الجميع علشان نقدر كل واحد في مجال عمله او اختصاصاته يقدر يحقق المطلوب منه، ويبقى بيشتغل عشان ينجح المنظومه كلها مش عشان يعمل مكاسب شخصيه لنفسه. تمام كده. طيب خلينا اختتم مع حضرتك هذا الحوار بسؤال سريع جدا عن امر طبعا كان ممكن نديله مساحه من الوقت، بس احنا مش عايزين نخوض في هذا الامر كثيرا، عايزين سؤال يعني عابر لهذه القصه. حضرتك لك دراسات علميه متخصصه، وخدت درجه، حصلت على درجه الدكتوراه في الالتراز، في ظواهر الالتراز عالميا، ظاهره الالتراز في مصر، كيف نستفيد بما هو ايجابي منها، كيف ننبذ ونبعد ما هو سلبي وما هو خطر على المجتمع المصري منها، ازاي نزكي فيها الجانب اللي بيدعم الرياضه ويحقق ارباح ويملى الاستادات ويخلي فيه روح حقيقيه في ملعب كره القدم، ونتجاوز ونقف ضد كل ما يمثل اي خطر على مجتمعنا المصري في الظاهره. والله احنا ما عملت الدراسه دي عن الدكتوراه، عن طبعا دي ظاهره مستحدثه على المجتمع المصري، يعني ظهرت في 2007 في اول مباراه ما بين، او كانت بدايه ليها كانت مباراه مصر الاهلي وانبي في 14/3/2007، ده كان اول ظهور للالتراس في مصر. اتعاملنا معاه باسلوب خاطئ، احنا يعني بدون ما حد يزعل مني، احنا كدوله بالكامل بجميع مؤسساتها اتعاملنا مع مجموعه من الشباب ظهروا ببانر مساحته يعني للدرجه الثالثه شمال كلها مثلا الموجوده في الاستاد، مش عارفين جواها ايه، ما فكرناش ان احنا نفتح نشوف البانر في ايه، احنا من البدايه قلنا لا ما تتخشش. فدي عملت من البدايه يعني نقول سور ما بيننا وبين مجموعه الشباب او الرابطه اللي ده. اتكلم عن المستقبل يا دكتور، المستقبل عايز استعرض الاحداث اللي فاتت. شوف حضرتك دلوقتي احنا قلنا هنظهر الايجابيات، الايجابيات ان دول من الشباب المصري وعنده اعلى مستوى من الثقافه ان هو يقدر ان هو يوظفها في الايجابيات اللي احنا محتاجينها. ازاي؟ الاول خالص هم عندهم عقيده، هاتهم على طاوله المفاوضات بدل ما احنا بكل
ما نيجي نقعد مع نفسينا والطرف الاصيل اللي المفروض يقعد معانا ما بيقعدش معانا. احنا نعرف دلوقتي بعد الاحداثيات الجميله اللي احنا شفناها في كاس الامم والجمهور المحترم اللي احنا شفناه في المدرجات، وما فيش حد من الجماهير مش عاوز يروح الاستادات، لا ده كله عايز، كبير مفهوم. وصغير، روابط وغير روابط، لا نجيبهم بقى على طاوله المفاوضات، وايه القياده المعنيه بقياده الدكتور اشرف صبحي يقعد وهو عارفهم كويس جدا ويقدر ان هو يتواصل معاهم. وحصل ايام ما كان ماسك هيئه استاد القاهره قعد وتواصل معاهم، وانا كنت شاهد عيان في هذا الوقت، كنت انا مدير عام الامن في هيئه استاد القاهره في هذا، وقدرنا ان احنا نتحاور معاهم وقدرنا ان احنا نخليهم ينفذوا او يمشوا في الاطار الصحيح اللي احنا عاوزينهم فيه. كنا ساعتها في الاستاد، الكلام ده لازم يتكرر تاني. دلوقتي كان الدكتور اشرف كان رئيس هيئه استاد ساعتها، دلوقتي هو وزير الشباب والرياضه، يعني ملكاته وقدراته بقت اكبر ان هو يقدر ان هو يحل المشكله دي، وان شاء الله دلوقتي بقت يعني اقل وطئا مما فات. اللي احنا دلوقتي كلنا كدوله قدرنا ان احنا نقول ونستوعب ان دول شباب مصر مش هنقدر نغفل عليه، هنقدر ان احنا نجيبهم ونتعامل معاهم عشان يمشوا في الاتجاه اللي احنا عاوزينه اللي هو اتجاه الصح. اي تجاوزات ان احنا يبقوا جزء عندهم من عقيده هنحترمها في الملاعب، عندهم عقيده انا يعني بقول اهو من خلال المنبر حضرتك، عندهم عقيده هنحترمها، ولكن مش هيخرجوا بره الاطار. الاطار الدوله اللي هو احترام قدرات الدوله من استادات، من منشآت، من طرق، من في عندك مشكله في حاجه معينه في طاوله مفاوضات تيجي تقعد وتعرض مشكلتك زي اي دوله متحضره في العالم. مصر خلاص دلوقتي ما عندهاش استعداد انها ترجع لورا، احنا خلاص دلوقتي في مستهل اللي احنا في الالفيه الكام دلوقتي عشان خاطر نفكر فيما سبق. احنا هنقف معاكم في جيبياتكم، هنعمل مكافئات وسفريات لاعلى الجمهور، لاعلى الافكار الجديده اللي هتطلع، هنقدر ان احنا نعمل الجمهور المثالي، نقدر نعمل جوائز ليهم، هنقدر نعمل حاجات حلوه كتير في وجود القيادات الشبابيه اللي موجوده دلوقتي، والدوله اتغيرت دلوقتي بقى فعلا بيمسك الدوله كده. هتساعد وهتنجح كل من سيسهم في نجاح منظومه الرياضه، اصلهم اولادهم مش هيغفلوا عنهم، ان الدوله مع كل من سيسهم في نجاح الشكل. والاعلام لو سمحتم الاعلام والمنابر كلها ماشي تظهر الايجابيات، سلبيات مش هنظهر، سلبيات ليها طرق تانية، دي قصة تانية طبعا، مناقشة الإيجابيات والسلبيات ودور الإعلام فيها، ولكن بلغة متحضرة وبشكل بناء وليس هدام، دي قصة تانية طبعا لو فتحنا الحوار فيها هنحتاج ساعات لمناقشتها. فكرة آليات الإعلام ودوره وإمكانية أنه يصلح في أي مجتمع أو يقدم الجوانب الإيجابية وكيف يعالج السلبيات، يعني ليه دور رئيسي وعاوزة خمس ست حلقات، موضوع حوار تاني. عموما انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك الدكتور وليد الكاشف مدير عام بهيئه استاد القاهره الدولي، اسعدتنا بوجودك معنا النهارده وبشكرك شكرا جزيلا لك. انا اللي بشكر حضراتكم وبشكر القناه المحترمه والجمهور المحترم لهذه القناه اللي بيقدر ب 70 مليون مصري، وان شاء الله موفقين في الفتره الجايه وننهي الدوري على خير وننهي الكاس على خير ونبص بقى للاعلى من كده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذه الفقره وهذا الحوار مع الدكتور وليد الكاشف، ولكن ابقوا معنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبعد الفاصل المزيد من اللقاءات عبر شاشة قناة الأهلي ومن خلال الأهلي الليلة، زميلي محمد سعيد وحوار خاص جدا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وبيشرفني وبينورني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ نبيل برحب بيك وشرف لي وجودي مع حضرتك النهاردة ككاتب صحفي، شرف بوجودك. يعني وجودي نفسه في قناة الأهلي شرف لي، لأن طبعا بتمثل أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط واحد اكبر انديه في رايي في العالم، يعني فده شيء جميل ان الواحد يبقى موجود مع في قناه الاهلي ومع جمهور الاهلي، وبنسعد دايما باراء حضرتك البناءه ووجهات نظرك دايما اللي بتبقى صائبه في ظل كمان متابعتك للوسط الرياضي وما يدور كمان في الكره المصريه بشكل عام. هو يعني من زمان الواحد بيحب الرياضه، طبعا مين ما يحبش الرياضه؟ الرياضه هي عنوان اي شعب، لان الرياضه هي تجسيد لحالته الصحيه والنفسيه بشكل عام والعقلية أيضا، وبالتالي كل ما كان في تقدم رياضي ونهضة رياضية تعرف أن الشعب ده يعمل وبيشتغل وقدامه فرصة نهوض
أكبر وفرصة للسعادة أكيد أعلى، لأن الهدف هو في النهاية إسعاد الإنسان، الإنسان يبقى سعيد في حياته. تمام. فالرياضة جزء من من هذه الإنسان. سعادة الإنسان. طيب النهاردة مباريات الدور النصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، والمباراة الأولى للأسف انتهت بخسارة المنتخب التونسي، كنا نأمل وجود منتخب عربي في النهائي. تعليقك على وصول تونس لمرحلة الدور نصف النهائي وما تابعته في هذه المباراة من قرارات كثيرة، سواء قرارات تحكيمية، ثلاث ركلات جزاء، كرة منهم أو ركلة جزاء تم إلغائها بعد الاستعانة بالفار، وتأهل تونس ووصولها حتى الإكسترا تايم أمام المنتخب السنغالي. هو أنا رأيي تونس بالنسبة للنتائج يعني شيء عظيم جدا أن تونس وصلت للدور قبل النهائي ولعبت النهاردة، وكانت ممكن تكسب النهاردة بسهولة جدا. لكن طبعا الكرة وارد فيها كل شيء بالضبط، وحسب نتائجها في دور المجموعات ما كانش متوقع وصلها انها تصل الى هذه المرحله او الى هذا الدور. لكن كان الميزه ان مستواها ارتفع في الادوار التاليه. في دور 16 كان مستوى احسن، وبعدين بعد كده دور احسن، يعني مستواها كان بيرتفع، وده اللي وصلها انها تصل انها تلعب على المركز الثالث او الرابع. وطبعا طبعا مباراه عجيبه طبعا، لان كل فريق أهدر ضربة جزاء قبل إحراز أي أهداف قبل ما يوصلوا ودي ظاهرة غريبة جدا إن في ضربات جزاء ضاعت كتير قوي في طيب. يعني ساديو ماني نفسه ضيع ضربتين جزاء. بمناسبة بقى ركلات الجزاء، لأن النهاردة كانت في حالات مثيرة في مباراة تونس والسنغال، خاصة بعد الاستعانة بالفار أو الفار بعد ما بلغ الحكم الأثيوبي تسيما في هذه المباراة. معايا على التليفون الكابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق. كابتن سمير برحب بحضرتك وفي ضيافة الأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي في الأهرام. أهلا وسهلا كابتن محمد، وارحب بالأستاذ نبيل المحترم. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا كابتن سمير. كابتن سمير، مباراة النهاردة فيها قرار تحكيمي غريب نوعا ما، أو غريب في طريقة تنفيذه، لأن الحكم الأثيوبي تسيما يمكن حسب ركلة جزاء في الدقيقة 118 من الوقت الإضافي، وكانت المباراة خلاص بتتجه إلى ركلة جزاء إذا تم احتساب هذه اللعبة ركلة جزاء بعد لمسة اليد على مدافع المنتخب السنغالي. إذ فجأة استعان الحكم بالفار بعد ما الفار بلغه أن هو يشوف اللعبة تاني على الشاشة، لأن كان في يعني رأي ورأي آخر في احتساب اللعبة. عايز أعرف تعليقك على أن هو يرجع للفار وتدخل الفار في هذه اللعبة، وهل القرار صحيح أم خاطئ؟ بداية طبعا الحكم احتسب بالخطأ بناء على اللي هو شافه. تمام؟ تمام. بعد كده حكم الفي آر اللي هو الحكم الفرنساوي اللي موجود النهاردة في المباراة استدعاه عشان يبص على الكرة. هنا يا كابتن محمد الحكم ليه قرارين، يا يعني يقول يستمر لعبه وما يروحش يبص على الفي آر لان ده حقه، او يوقف المباراه معه توقف المباراه ويطلع يبص على اعاده الكوره في الفيديو. تمام. وخد القرار الثاني اول ما اللاعب وقف راح طلع بره واتفرج على ركله الجزاء اللي هو احتسبها طبعا هنا انا مع تماما امشي مع حكم الفي ار، لان الكوره يا كابتن محمد مش ركله جزاء وللاسف في خلط حصل بين الجمهور ان بيقولوا لا التعديلات الجديده بتقول لو الكوره جت في ايد اللاعب مش متعمده تحتسب. لا يا جماعه، التعديلات يا كابتن محمد زي ما احنا قبل كده وكنا سباقين جدا جدا في البرنامج في قناه الاهلي لما شرحنا التعديلات بالظبط باليد، قلنا يا جماعه هدف التعديل فيها لو الكوره جت في ايد المهاجم واثمر على هدف او احرز منها هدف، سواء تعمد او غير تعمد الكره تحتسب هاند بول ويلغي الهدف. اما المدافع القانون القديم ماشي زي ما هو يا كابتن محمد، اللي هي لازم التعمد. لان حصل لبس النهارده في الموضوع والكل كان بيتكلم لمسه يد بركله جزاء، القانون الجديد بيقول كده. لا ما هو القانون الجديد، بس المشكله الناس ما قرتش بقيه الجمله. الذي يثمر عنها هدف، الذي يثمر عنها هدف تحسب هاند بول. مين اللي يثمر عنها هدف؟ الفرقه اللي بتهاجم. الناس حصل لها خلط بين المهاجم او الفرقه اللي بتهاجم. لا، الفرقه اللي بتهاجم يا كابتن محمد والكره جت في ايد المهاجم سواء بعمد او غير متعمد تصفر وتحسب هاند بول على طول، انما على المدافع كما هي مفيش اي تعديل عليه. طيب الاستاذ نبيل كان ليه سؤال لحضرتك. سمير، لو انا مهاجم وشايط الكوره وجت في ايد مدافع واقف في الجون وغصب عنه، يعني هو حاطط ايديه جنبه لكن جت في ايديه ومنعت هدف. بص يا كابتن عمر، شوف حضرتك قلت الكره جت غصب عنه. تمام. والكره هي اللي جت، طالما ان الكره هي اللي جت والمسافه قريبه والكره بسرعه ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد واستمر اللعب حتى لو منعت هدف.
حتى لو منعت هدف. انت بقى احسبها بقى لو المسافه بعيده يا كابتن عمر واللعيب مثلا اكبر جسمه. يعني ايه اكبر جسمي؟ انا ممكن اكبر جسمي بايديا اطلع ايديا بره جسمي بقى انا كده كبرت. طيب هنا في تعامل، يبقى هنا تحسب ركله جزاء وكارت احمر عشان ده ايه منع هدف. انا هدف بالظبط. انما الكره بتاعت النهارده قرار الحكم الاثيوبي بامنك الاول كان غلط، القرار الاولاني غلط، دي ما تتحسبش، دي ما تتحسبش اصلا. اذا تدخل الفار الحكم الفرنسي كان صح، البي ار انقذه، انقذه البي ار انقذه. طبعا النهارده انقذه. طب هل الحكم الاثيوبي في البطوله كابتن سمير شايفه ماشي بشكل كويس؟ لان كمان في نقطه غريبه، ادار مباراه في دور الثمانيه، ادار مباراه في السيمي فاينال، في حكام ممكن يدير للسنغال دور ال16 وفي نفس الوقت يدير للسنغال دور الثمانيه. تعليقك على فكره ان مملك بيدير كذا مباراه في الفتره الاخيره بشكل متتالي، ده يدل على ان في فقر من الحكام الافارقه اللي على كفر، اللي احنا برضو قلناها قبل كده. انت عندك حكمين بس بيديروا النهائيات سواء في الشامبيونز ليج او في امم افريقيا، اللي هو بملاكو وبكاري جسامه، هم الاثنين اللي بيحكموا النهارده. ما 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 منطقه المهمه بس هم بيحكموها، ده يدل ان ما عندكش حكم كفء تقدر تعتمد عليه، بالرغم ان في حكام كويسه جدا زي الحكم رضوان جيد من المغرب، رائع، اليوم من الكاميرون، فيكتور كوميت من جنوب افريقيا، الحكام المصريين. انا الحكم المصري اكبر حكم مصري عندي لعب مصر واحد يا كابتن محمد، غريبة. علامة استفهام غريبة. غريبة وانت خرجت من البطولة، احنا ما دخلناش البطولة فاكر؟ احنا خارجين بقالنا حوالي 10 ايام من البطولة بالظبط. يعني لا ووقت خروج منتخب مصر واحد. مصطفى غربال الجزائري ادار مباراة للسنغال في دور ال 16 وادار مباراة للسنغال في دور الثمانية. برافو عليك، احنا عندنا بقى دي وتكرر مرتين، احنا ما عندناش حد تكرر برغم كفاءة الحكم المصري، بغض النظر عن اي سلبيات بتحصل في الدوري العام، عادي جدا بتحصل في اي دوري، بس لا كانوا هم اولى. انت عارف يا كابتن محمد انا بملك يعني ايه بيعتمد على حاجتين، لياقته البدنيه عاليه جدا جدا صح تمام، وحاجه بصراحه انا معجب بيها. انت عارف حضرتك في المباراه اللي قبل النهائي، المباراه النهائيه اما رئيس الجامعه الملكيه المغربيه انت عارف ضربه اعتدى عليه. كان في شكوى قصدك؟ جريء جدا، جريء جدا بصراحه، ودي حاجه تحسب له، وكتب في تقريره واعتقد الاتحاد الافريقي خد ضده قرار قوي جدا ضد الراجل المغربي، فدي تحسب له محمد بالرغم يعني اي حاجه ثانيه بصراحه. شخصيه الحكم مهمه بصراحه. هي شخصيته مهمه، لكن المعلومه اللي عندي والكلام المؤكد النهارده، المعلومات اللي صدرت، اولا ما فيش ايقاف لفوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي والنائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي. ومعلومه اضافيه يا كابتن سمير، حكم الاثيوبي تنازل عن الشكوى اللي كان قدمها بعد مباراه نهائي الكونفدراليه. لا لحظه واحده، تنازل عن الشكوى؟ تنازل عن الشكوى، يعني بعد ما اتضرب تنازل عن الشكوى؟ تنازل عن الشكوى، ولم تصدر اي عقوبه من لجنه الانضباط ضد رئيس الاتحاد المغربي او النائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي. والله دي تبقى معلش مع احترامي واحنا على الهواء، دي تبقى مصيبه يا كابتن محمد. بعد ما الحكم يتضرب، وده انا بشكر فيه انه قدم شكوى، الحكم اتضرب، يعني ايه بعد الضرب يعني؟ يعني انت المطلوب منك ان بعد الضرب على الاقل حاجه تقدم شكوى، انت ما ينفعش تضربه صح ولا غلط؟ في انتخابات مكتب تنفيذي يوم الخميس في الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي، وفي تغييرات قادمة خلال الفترة القادمة، وفي جمعية عمومية مهمة في الاتحاد الافريقي يوم الخميس، وفي امور كتيرة هتبقى متغيرات في الكرة الافريقية يا كابتن سمير بعد البطولة الافريقية وبعد الجمعية العمومية الفترة الجاية يا كابتن سمير. هترجم لك امور كتيرة متعلقة بالحاجات اللي بتحصل خلال الفترة الاخيرة، سواء ماتش الترجي والوداد، سواء الاعتداء على الحكم الاثيوبي في مباراة نهائي الكونفدرالية، في تفاصيل هتتشرح وهتظهر للراي العام بعد البطولة، وفي قرارات هتبين لك الصورة كانت ماشية ازاي. بص يا كابتن محمد، يبقى الرساله وصلت. انت عارف، انت عارف النهارده في حاجه جميله جدا، انت عارف احنا عندنا في بطوله اسمها تشامبيونز ليج. انا اسف اني طولت عليكم. لا اتفضل. بطوله الشامبيونز ليج يا كابتن محمد وحضرتك معاك استاذ عمر كانت بين مين ومين؟ الترجي والرجاء مظبوط؟ الترجي والوداد. والوداد مظبوط؟ بالظبط. حتى هذه اللحظه البطوله دي مش عارفين مين اللي خدها بسبب اخطاء الحكم، مظبوط ولا غلط؟ مظبوط، وبكاري جسامه بيحكم النهارده سيمي فاينل وكان ليه دور ومسؤوليه في مباراه نهائي افريقيا. هو ده اللي انا كنت عاوز اوصله. بالظبط كده، بالظبط كده. شكرا كابتن سمير وكل التوفيق يا رب للتحكيم المصري خلال الفتره القادمه، ودايما بنسعد بارائك الفنيه واللي دايما بتبقى دقيقه وفيها صحه كبيره جدا، لانك متابع ومركز جدا في موضوع التعديلات القانون، ودايما بنستفيد بوجودك معانا يا كابتن سمير. شكرا جزيلا كابتن سمير محمود عثمان. الاتحاد الافريقي هو احد اسباب كارثه التحكيم الافريقي. بالظبط. باختصار شديد جدا، هو الاتحاد حتى هذه اللحظه يعني مش شايف العالم ماشي ازاي، ومش عاوز يتعلم، وعاوز يصر على انه متخلف عن كل المنظومه العالميه اللي موجوده. هو بدليل تدخل الاتحاد الدولي. طبعا طبعا بدليل الاتحاد، يعني ما بتعلمش حتى اتحاد امريكا اللاتينيه، الاتحاد الاوروبي، حتى الاتحاد الاسيوي.
يعني في مشكله في الاتحاد الافريقي وهي احد اسباب مشاكل الكره الافريقيه. يعني الاتحاد الافريقي هو احد اسباب مشاكل الكره الافريقيه. اكبر مشكله النهارده اللي موجوده معانا تم الاستعانه بحكام من اوروبا عشان يكونوا موجودين في تقنيه الحكم الفيديو المساعد الفار ابتداء من الدور ربع النهائي. قلنا الكلام ده قبل البطوله ومحدش كان عايز ياكد ده، لان حسب المعلومات اللي كانت عندنا الاتحاد الدولي فيفا بعد ازمه نهائي افريقيا طلب من الاتحاد الافريقي الاستعانه بحكام اوروبا، لان مفيش حكم مساعد فيديو في افريقيا قادر على انه يدير هذه المنظومه في البطولات الافريقيه، فبالتالي تم الاستعانه بالحكام الفرنساويين. في حكام اسبان هيكونوا موجودين في المباراه النهائيه. اسف عايز اقول لك يعني مش حاجه خرافيه يعني عشان يبقوا ما يعرفوش، لكن هو عدم ثقه في الامانه بعد اللي حصل في طبعا، وعدم ثقه في امانه الحكام بالظبط، وده السبب، لان واضح جدا ان في يعني في مشاكل ملاش اول ولا اخر. الحكم الاثيوبي اخطا في تطبيق القانون في نهائي الكونفدراليه. طبعا في البطوله دي المفروض عدد المباريات بتقل، لا ده ادار اربع مباريات ومباراتين في ادوار متتاليه، فعشان كده بيبقى عنده شكوى ويتنازل، فبالتالي هياخد طبعا ما بياخد المكافاه باختصار شديد يعني بالظبط. طيب تنظيم البطوله، نروح بقى للشق المميز في بطوله افريقيا، تنظيم الدوله المصريه للبطوله الافريقيه قبل ما نخش في الامور الفنيه ونشط تونس وماتش الجزائر في اللحظات دي. لا انا عايز اقول لك مصر هي مصر باختصار شديد. مصر هي مصر. تقول انت بتتكلم على بلد فيها كوادر، فيها نظام، فيها خبرات طويله، فيها تقاليد واعراف، فيها نظام مستقر وثابت وقايم على اسس صلبه. انا مش عايز اقول اتحدى اي دوله تقدر تنظم بطوله بالكفاءه دي وبالتنظيم العظيم ده في 6 شهور، واقل من 6 شهور، بتتكلم على 4-5 شهور يعني. صح. مستحيل من الناحيه العمليه، مستحيل. بتتكلم على 24 فريق، مش بتتكلم على دوره رمضانيه 8 فرق، ولا بتتكلم على 24 فريق، تتكلم على ملاعب كتيرة وملاعب تدريب غير الملاعب، انت بتلعب على 6 ملاعب الأساسية مقابلهم 6 ملاعب للتدريب لكل الفرق، أو ربما 12 ملعب للتدريب عشان توقيتات التدريبات مختلفة بين الفرق وبعضها وبعض. 24 ملعب تدريب لكل فرقة ملعب. لكل فرقة ملعب. فأنت بتدور على على إقامة وعلى انتقالات وعلى واسلوب معيشه وشكل ملاعب بيفرح وحاجه عظيمه جدا. لا يعني عايز اقول لك من الحاجات المبهجه، انا كتبت حتى على صفحتي في الفيسبوك، نعم نستطيع، نعم وكررتها، نعم نستطيع لو عايزين. هو المصريين دول فعلا شعب على قد يعني، هو في جايين شعب بسيط ويبدو انه غلبان وخلصان، وفجأة ليه حاجة عملاقة وضخمة جدا شولية العملاق، حاجة ضخمة جدا، وفجأة تحس انهم غلابة جدا وما فيش حاجة. ففي التحديات انت بتلاقي ادارة وتنظيم وعقل وادمغة وناس بتفكر. بص انا كنت متابع حجم المتطوعين اللي كانوا بيتطوعوا عشان يخدموا هذه البطولة، اسماعيلية واسكندرية دي اجمل حاجة، الشباب المتطوعين في البطولة. ايه الجمال ده؟ ايه يعني عايز اقول لك المصريين فعلا يعني مش مبالغه ومش شفونيه، حاجه عظيمه جدا. وطبعا انا بحيي الدوله المصريه لانها فعلا عندما ارادت صنعت، وصنعت حاجه تشرفنا كمصر وتشرفنا بجد يعني. وطبعا انا بشكر كل من بذل جهد في هذا التنظيم، لأن كان شكلنا أكثر من حفل الافتتاح رغم بساطته الشديدة جدا. هو بسيط جدا، الجمال في البساطة. وطبعا كل ما كنت بسيطا كل ما كنت جميلا. بالظبط. فكان بسيط جدا وكان جميل جدا. لا أنت تنظيم حاجة مفرحة وحاجة ترفع الراس كده يعني. مصر عندها الكتير. كتير جدا. بقول نعم نقدر نعمل من كده، ومصر أثبتت إنها تقدر تنظم كأس عالم. طيب نرجع بقى في المقابل. النهارده كان ليك مقاله مهمه جدا في الاهرام بعنوان توجع قلبي ليه بس وترجعني الحاجات السيئه الايجابيات والسلبيات، لكن السلبيات الحمد لله بعيده عن التنظيم وبعيده عن الدوله المصريه، وللاسف امر فني متعلق بالمنتخب واتحاد كره القدم. مقاله بعنوان فساد جدا. الفكره في العنوان وفي التفصيله اللي مكتوبه في المقاله النهارده في الاهرام. هو طبعا انا طبعا متابع الاتحاد من بدري، وطبعا في روسيا
وجعوا قلبنا جدا. احنا طبعا ظهرنا في روسيا بشكل سيء جدا، لعبنا نسبيا الماتش الاولاني كده، احنا بقى ما رحناش كاس العالم. يعني احنا رحنا زرناهم في اول، يعني احنا زرنا بطوله كاس العالم في اول مباراه، بعد كده ما خصمنا كاس العالم وخرجنا. اشمعنى بقى حكايات مش عارف مين عايز يسافر ومين عاوز يجي ومين عاوز يروح ومين بيروح يزور مين ومين يعني كلها مسافه ضخمه جدا، مسافه بينك وبين الملاعب، ومش عارف مين بيجامل مين ومين، يعني مسائل كلها. وفي كلام طبعا عن احدى المباريات وبسمعه من ناس مهمين، يعني ناس على صله مش ناس بره الموضوع، فامور ما كانتش يعني تحس ان لا شيء سيء جدا. وعدت المساله في مشكله خطيره جدا لما بتحط على الخبر مجور كما يقول الفلاحين بالزبط. وانا فلاح اصلا، اللي تحت المجور بيعفن سواء رضيت او ما رضيتش، ما بتحسش بيه الا بعد ريحته ما تطلع. بانت بقى في بطوله افريقيا دي، يعني اللي انت قفلت عليه في كاس العالم طلعك من دور 16 في بطوله افريقيا، لان انت ما صححتش وظيفتك وصلحت لها. وبعدين طبعا يعني اتحاد غير قادر على تنظيم بطولة دوري صحيحة وسليمة. وأنا من الحاجات الطريفة جدا حكاية إنها بطولة استثنائية. فأنا قعدت أفكر يا ترى مصر هي دولة وحيدة في أفريقيا اللي عندها بطولة استثنائية؟ يعني كل أفريقيا كان عندها دوري طبيعي ومصر اللي عندها دوري استثنائي؟ هي مصر هي الوحيدة اللي في أفريقيا، ولا تونس في أفريقيا، والجزائر في أفريقيا، والمغرب في أفريقيا، ونيجيريا في أفريقيا، وزامبيا في أفريقيا، وزيمبابوي في أفريقيا، وجنوب أفريقيا في أفريقيا؟ اشمعنى كلهم قدروا ينجحوا وينظموا بطولة الدوري بتاعتهم وتبقى صح، وإحنا اللي عكينا هذه العكة اللي مش مفهومة وبوظنا الدنيا؟ طيب المقالة قدامنا هي على الشاشة فيها أجزاء وتفاصيل من حاجة بتتكلم عليه، وضربت مثل بقصة كده لصديق طبعا ليه الوجع. طبعا سبب المقال إن واحد صديقي ده عايش في إيطاليا، هو مصري عايش في إيطاليا، هو فنان وأديب وحاجات زي كده، كاتب بوست وجعني يعني إنه في حالة صعبة جدا لدرجة إنه بيقول أنا محبط جدا واني ما حسيتش بهذا الاحباط في حياتي قبل كده. فبقول له يعني ده يعني دول كثيره بتنظم بطولات وممكن ما تاخدهاش، بيحصل. وضربت له بفرنسا، البرتغال هي اللي خدتها. قال لي فرنسا لعبت ماتش نهائي ما طلعتش من بدري. فقلت له يعني ده وارد. قال لي احنا ممكن نطلع بس احس ان احنا كنا بنلعب بجد، يعني احس ان احنا بنلعب، لكن انا حسيت ان احنا مش جادين، حسيت ان دي حاجه غلط. ان طبعا الافراد على عيني وعلى راسي، وانا طبعا ما بعيبش في افراد ولا عايز، لكن المنظومه فاسده. يعني الجمعيه العموميه، السيستم كله، السيستم. انا لما اجي اسال اقول احنا بقى اي اتحاد كره لعبه بتتكون من ايه؟ لاعب، مدرب، اداري، ملعب، إداري، التنظيم، مسابقات. أنا عايز أوسع قاعدة اللاعبين عشان يبقى عندي فرصة اختيار لكل يعني مثلا مع احترام لكل الناس اللي عاملين أكاديميات، هو أي حد يعمل أكاديمية ولا لازم الأكاديميات دي تبقى ليها إشراف أو في بلان من اتحاد الكرة إنه يبقى مثلا عنده خلال مثلا 2020 يبقى عنده 100,000 لاعب متسجلين في الدرجة الرابعة مثلا، وعنده 50,000 لاعب متسجلين درجة أولى بالشكل ده، ومثلا 2025 يبقى مصر عندها 500,000 لاعب متسجلين في كل الدرجات غير الناشئين في الدرجات الرابعة، بحيث ان اوسع الناس بتمارس
دوريات قويه في الصعيد وبحري وابلي وحاجات زي، وبوسع القاعده، بعمل حكام على اعلى مستوى، ازاي بدرب، ازاي اوسع قاعده التحكيم في مصر، وازاي ابعت حكام يتدربوا في اوروبا واجيب مدربين عالميين يجي يدربوا هنا، واوسع قاعده، ازاي اعمل اداريين على اعلى مستوى ممكن. طبعا كل ده بالتخطيط مع الانديه، العلاقه بين الانديه وبعضها، وهل العلاقه كده اي حد يشتم اي حد، اي طيب فين تنظيم دوري المحترفين؟ ازاي مش عارف ننظم دوري المحترفين بجد؟ طب في الجمعيه العموميه صوت الاهلي والزمالك والاسماعيلي واتحاد اسكندريه والمصري يساوي مركز مش عارف ضرب مش عارف ايه؟ هل ده معقول لاخفاق الكره المصريه؟ طبعا انت النهارده ما ابتدي انا يبقى اتحاد الكوره في ناس شطار في الانتخابات، شيء طبيعي، علاقات ايا كان، والناس بتجامل بعض بغض النظر عن مصلحه الكره المصريه، في الكره المصريه، الكره ككل، انا بعمل لمصلحه الكره المصريه، ومش والكره وانا بعمل لمصلحه الكره بتستفيد الانديه، لكن انا شايف منظومه الكره ككل ان انا بوسع حجم الممارسين للعبه، حجم المحترفين في اللعبه عشان ابتدي ارفع مستوى كل ما يبقى عندي. انا لو بختار ما بين 15 او 20 الف لاعب محترف يبقى شكلي ايه؟ احسن كده بكتير. طيب انا لو عايز في اوروبا يبقى عندي 500 لاعب محترف خلال 10 سنين، طب اعملهم ازاي؟ او 20 سنه اعملهم ازاي؟ بحيث ان انا ليه مصر ما تصدرش لعيبه كجزء من تنميه الاقتصاد القومي؟ ما صدرش لعيبه ليه؟ اديني بصدر لعيبه. يعني انا ومحمد صلاح ده مش يعتبر جزء من الدخل القومي المصري؟ طبعا. او تريزيجيه او مع الفروق طبعا وكل اللعيبه دي، طب ما انا اصدر لعيبه زي ما كل نيجيريا ليها مش اقل من 200 250 300 لاعب موجودين في دوريات كتير، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، سواء في فرنسا او في ايطاليا او في المانيا او في الى اخره. يعني اقدر اعمل ده، واقدر اعمل منظومه تحكيم قويه جدا، بس كنا انا عايز اعمل ده بجد، ولا انا احنا عايزين نستف ورق وعايزين، لان باسم التطوع مؤكد انا بعمل بيزنس. انا التطوع اوكي، بس وجودي في المجلس بيخليني يسهل لي حاجات كتير اقدر اطلبها من ناس كتير فتتنفذ لي. تمام. في البيزنس، وبالتالي ده فساد. لكن فكره ان عيني على منظومه كره القدم المصريه، طب انا اقول لك حاجه، الملاعب المصريه لماذا لا يكون في مصر 50 ملعب؟ عشان ارفع مستوى، ما هو كلما كانت الملاعب جيده ترفع مستوى، كلما هرفع مستوى اللعيبه طبعا، كلما كانت الملاعب رديئه ببوظ، لا بزود الاصابات واللعيبه تبوظ الى اخره. يعني عايز اقول انها منظومه متكامله. انا كل المنظومه، انا هبقى مشرف على انهي منتخب، انا مشرف على كام لجنه، طب اللجنه دي هتسافر فين؟ اسافر معاها. طب الفريق هيسافر كام مره؟ فهسافر معاه. احنا بنتكلم على مكاسب صغيره بتدمر الكره المصريه. عشان كده انا طالب ان لوائح كره القدم نفسها تتغير، لوائح الجمعيه العموميه اللي بيختار مجلس اداره الاتحاد. انا مش ممكن بيتكلموا على حاجه 240 وكلام 260 كلام، فين هم؟ طبيعي يبقى في 50 60 بالكثير. فين الملاعب؟ ازاي ممكن يبقى حد عضو في اتحاد الكره عضو جمعيته وجمعيه وما عندوش ملعب؟ حد يشرحها لي. ده في انديه متسجله ان هي بتلعب كره شاطئيه وفي محافظات ده اهليه وغربيه. طب ازاي؟ كره شاطئيه ده فساد. ده بيسمحوا لهم بكده عشان ياخد صوته، زي اي واحد رئيس زي رئيس نادي يعمل عضويه مخفضه عشان الناس تيجي تنتخبه في الانتخابات. هي نفس الحدود، اقوم ادخل لي 10 15000 واحد عشان كل مرشح نفسي في الانتخابات يجي ينتخبوني. ده فساد. طيب انا معايا تقرير لان في وجهات نظر اخرى بتتكلم عن اسباب او ايه الاسباب اللي ممكن يكون فيها اخفاق للكره المصريه. لا ما في طبعا حاجات ثانيه، حكايه المدرب طبعا، طريقه اختيار المدرب كانت انا رايي انها رديئه جدا. انا جايب واحد ملوش علاقه بالكره الافريقيه، ما اعرفش عنها حاجه خالص. طيب نطلع نسمع راي النقاد. طبعا في اختيار كان طبعا اختياره للعيبه، يعني ده اعجب اختيار شفته في حياتي. اكيد. طيب طبعا نسمع اراء النقاد الرياضيين في هذا الموضوع، هل في اسباب اخرى لاخفاق الكره المصريه ولا نفس الاراء ستتفق مع الاراء اللي قالها بتاكيد الاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بالاهرام.
اخفاق الكره المصريه في بطوله كاس الامم الافريقيه مبني على اخفاق سابق في بطوله كاس العالم الماضيه. فيعني احنا خرجنا من البطوله الماضيه ما عملناش حاجه ولا حسبنا انفسنا بدرجه كفايه، ودي شيء يعني خلى الجيل ده مش مقنع. الجيل ده مش مقنع ليه؟ دي مساله تخص اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره اللي هو كابتن هارون ابو ريده ومن معه اللي هم استقالوا دلوقتي، انما استقالتهم ما تعرفهمش بالمسؤوليه التاريخيه، يعني ان هذا الجيل او في فتره وجيزه خرجنا من بطولتين يعني بشكل مش كويس، يعني بطوله كاس العالم وصلنا ليها بعد 28 سنه ورحنا وكاننا ما رحناش. كاس الامم الافريقيه نظمناه في بلدنا وبين جمهورنا، واحنا تمن سبع القاب سابقه وما استفدناش منها حاجه. فيعني في علامات استفهام كثيره جدا، صعب جدا ان انا اقول النهارده يعني العيب فين ولا المشكله فين. لا، احنا محتاجين يعني مؤتمر موسع جدا فيه خبراء يقولوا لنا العيب فين وبكل شجاعه. انا يعني وانا احط كده خط تحت ان هذا الجيل يعني غير صالح لطموحات الكره المصريه، اتحاد كره القدم بشكل اساسي. بالتاكيد، لان ما استفدناش من درس كاس العالم. احنا كنا في كاس العالم عندنا مشاكل كتير جدا، قال لا خالص، اداء ونتيجه وقصه يعني مزعجه انك تطلع صفر المونديال، وفكرتك ب 2010 صفر المونديال برضه، وبعدين مع كده برضه بتاع المشاكل اللي كانت في المعسكر والجو العام، وعدينا ولا عقوبات ولا عملنا وقفه ولا استفدنا ولا الكلام ده كله. بالعكس، احنا وصلنا في النهايه هذه المحصله النهائيه بكل اسف اللي اغضبت 100 مليون مصري، وحاسس انه كانوا بيرانوا على منتخب بلادهم فجاه بيخرج من دور ال 16 لاول مره في تاريخ استضافته لكاس افريقيا انه يخرج من دور ال 16، حتى لما خرج في 74 خرج مع زائير في نصف النهائي، لكن المره دي لا، فعلا كمان سقط من الدور ال 16. شوف تخيل بقى يبقى الواقع عامل ازاي. امور كتير جدا، احنا ما كناش جاهزين فنيا لان احنا نستضيف البطوله، البطوله كان حجم الافكار وحجم ان احنا نشترك في الكاميرون وان احنا نوصل 16 او 8 ونخرج، كانت الامور هتبقى اهدى. لما بدات البطوله وكان راجل عايز يعمل فرقه زي ما قال، عايز يعمل فرقه جديده، لما اتغير الوضع وبقت البطوله في مصر زاد حجم الطموح، وبالتالي ما قدرش يجاري الوضع، زاد عناده في اختياره في لاعبين، ده وضع طبيعي جدا. النهارده في اكتر من لاعب، عبد الله جمعه، محمد هاني، رمضان صبحي، السولية، كهربا، حتى لو عنده مشاكل تقدر تقومه، انا اعتقد عنده خمس ست لعيبه كان ممكن يستفيد بيهم جدا جدا، وخاصه ان هو اختار لعيبه يعني ما يعني مش عايز يعني لا أو لا تعليق. طبعا دخلنا في متاهات، الرجل قوي او ضعيف، واضحه جدا انه شخصيته اقل كتير جدا كانت من كوبر، رغم ان احنا اعتبنا على كوبر، كان كوبر قوي جدا في الشخصيه، وبالتالي كان لازم يحصل اللي حصل. لا، اخفاق الكره المصريه، يعني انا عاوز اقول حاجه للجماهير وللناس، وقد يكون البعض مختلف معايا، احنا ما عندنا الصدمه ان احنا خرجنا. احنا متوقعين رجل الشارع متوقع ان خروج منتخب مصر من الدور ال 16. ليه؟ من سوء اختيار الجهاز الفني للاعبين بالمدعي اجيري، انا ما بقولش ده مدير فني كمان، بالمدعي اجيري. اولا انت طلعت صعدت للدور ال 16 ولا في اداء، والشعب المصري ما كانش مبسوط ان هو فاز، ما فيش اعلام مرفوع في الشارع وبيب بيب خارج عادي كده، الشعب المصري زي البرازيل بيحب الكره الممتعه، في جمل تكتيكيه، انت الجمل دي مش موجوده. منتخب في انحلال، ما فيش مدير اداري، مدرب فريق بيفرض رايه على زي ما قال المدعي اجاري، فرض رايه ان انا استبعد رمضان صبحي واستبعد عبد الله جمعه واستبعد كهربا واستبعد محمد عواد، ازاي ده تفرض رايك على مدير فني؟ انت كمدير فني فين؟ مدير اداري سايب اللعيبه اللي فاتح تليفونه للفجر واللي ماشي واللي رايح واللي جاي، ده كله ده غلط. في منظومه في جهاز مدرب احمال ما فيش، اديك كنت بتتفرج على مستوى اداء. فاذا كل الكوكتيل ده لا تتوقع ان انت توصل. بس ليه راي اخر قد يعترض البعض عليه، لا تحملوا اللاعبين مسؤوليه الهزيمه، ده مستواهم الفني، هو راجل راجل اختار ناس مستواها فني ضعيف وده اخر مستواهم، انت تلوم مين؟ لو انا كنت ضفت المجموعه اللي انا بقول عليها وجبت الناس اللي هي صح تنضم للمنتخب في الحاله دي كنت اقدر اقول الوم على اللعيب، لكن اللاعب ده ادى حدوده،
اسبابه كتيره، اسبابه كتيره جدا. ان احنا مع الاسف الشديد كنا راكبين مركب ومعظمنا عارفين ان المركب فيها مشاكل، وبسم الله مجريها ومرساها والمركب ماشيه زي الفل وتمام التمام، بس احنا عارفين ان في خرم في السفينه ان اجلا او عاجلا هيقف عن هتقف في حته هتحصل فيه مشكله. سبحان الله حصلت الازمه في بيتنا، حصلت ازمه في تنظيمنا، حصلت ازمه عندنا. ده معناه انك انت المفروض تخلي بالك اكتر، وخلي بالك انك انت اتعريت لمؤاخذه فنيا في بيتك. دي عيب اكبر من حتى عارف. احنا لو خرجنا مثلا من دوله مثلا كنا الدوله الكاميرون منظماها وخرجنا من هناك وخرجنا باي شكل من اشكال، الناس كانت تقول لك يا عم ده خرجنا ومش عارف ايه والاجواء والحراره والتعب. انما انت خرجت وانت في بيتك وكل اجواء مهيئه ليك عشان ربنا يقول لك انك انت ماشي غلط، ومشكل وفي عندك مشاكل كتيره، مشاكل فنيه، مشاكل تنظيميه، مشاكل تخطيطيه، مشاكل كتيره. لان الشعب ده ما يستحقش الا انه ينظم بطوله ياخدها يا ما ينظمهاش. يعني ايه انظم بطوله؟ انا بنظم عشان اقول للناس انا بنظم لا، ده انت تنظم وتاخد، لانك انت مش قليل. انت سبع بطولات كبير، وانت خدت اربع بطولات، خدت اربع بطولات خارج ملعبك. سبب الاخفاق انا قلت لك عليه، التوقيت غير مناسب، لعب الطقس لعب ضدنا، الجماهير لعبت ضدنا، لان ده مش دي جماهير كره القدم اللي احنا بندور عليها. دي جماهير من نوعيه خاصه جت ومشيت، جايه تقضي فسحه هي واولادها. الحته الثانيه مش دي اللعيبه اللي احنا حاطين عشمنا فيها ان هي تؤدي مباريات كره قدم حقيقيه. لا، مستويات متواضعه، في لعيبه احسن منهم لم ينضموا، مدير فني فقير جدا، اتحاد كوره اخطا في حق نفسه قبل ما يخطئ في حق الكره المصريه والجماهير المصريه. والدليل انت بتتكلم على اعلان معمول قبل البطوله، هو ما كانش اعلان واحد، هو معمول اعلانين، اعلان الاعتذار واعلان المباركه بالبطوله. انما بقى حظنا ان احنا طلعنا الاعلان الاعتذار اللي بيكشف واحده من اهم سلبيات كره القدم المصريه. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير. واراء النقاد الرياضيين طبعا بنسبه كبيره جدا اتفق مع كلام الاستاذ نبيل عمر، لان في نفس السياق او في نفس الاطار الاسباب كلها معروفه وواضحه للجميع يا استاذ نبيل. لا طبعا، اسباب مشاكل الكره المصريه معروفه ومن زمان. التركيبه اللي بتشكل منها اتحاد الكره والقوانين المنظمه اللوائح المنظمه لي انا رايي انها جريمه في حق الكره المصريه، وانها لازم تتغير باي طريقه. هل الجمعيه العموميه تقدر بتركيبتها دي تصلح نفسها؟ صعب جدا. انا يعني صعب جدا، لازم يعني طبعا ممنوع تدخل حكومي وكل حاجه، لكن كمان يبقى في قانون يقول لي مين يبقى عضو جمعيه عموميه ومفيش مين. يعني ايه مركز؟ يعني ايه حد ما عندوش زمالك كره شاطئيه وما عندوش شاطئ ويبقى عضو في جمعيه عموميه اتحاد الكره مثلا؟ يعني ده كل ده لازم يطلع بره، كل ده لازم يطلع بره. المعايير دي لازم تتشاف صح. لا، معايير لازم تتطبق على الجمعيه العموميه صحيح، تراجع الجمعيه العموميه وتتعرف ايه. وبعدين ممكن يبقى التصويت النسبي، بمعنى ان فرقه الدرجه الاولى يبقى لها مثلا صوتها باتنين او صوتها بواحد ونص، الدرجه الثانيه يبقى صوتها بصوت كده. يعني يحسب كده. يعني انت عارف ايه الانتخابات؟ في الانتخابات الامريكيه الولايات الامريكيه نسبيه، مش بنفس الدرجه. لا بنفس. يعني لما تيجي تاخد نيويورك، في نيويورك عدد الاصوات غير مقياسه في كاليفورنيا، غير مقياسه في نيو اورليانز الى اخره، تبقى لاهميه الولايه وعدد سكانها. وبالتالي ده احنا هنا نفس الشيء. يعني اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد ومصر بيلعبوا درجه، يعني دول فرق اللي انشات جماهيريه. طب ما دي اللي انشات الكره المصريه، اساس اللعبه في مصر، اساس اللعبه في مصر. بالظبط. طب ازاي اسويها بنادي مش عارف بزراميت ما عندوش ملعب وما عندوش فرقه وعباره عن اوضه او بتاع وحاجات زي كده، وده صوتي زي صوت. فانا لما اجيب له كيلو كباب ولا ادي له ولا اخد له بوكيه ورد وفي شويه بتاع واقول له صوتك، ما هديني صوته طبعا يعادل صوت الاهلي وصوت الزمالك وصوت الاسماعيلي، صوت المصري، صوت اتحاد اسكندريه وصوت المحله، مش ممكن. طيب انا اسف للمقاطعه، لان الشيء بالشيء يذكر، ويبدو ان الفار في الدور نصف النهائي عليه دور كبير جدا في اثاره المباريات كلها. كنا بنتكلم على مباراه تونس والسنغال والفار كان ليه دور، بس كان دور ايجابي. دلوقتي بيبلغوني الزملاء في الاعداد ان طبعا الجزائر متقدمه بهدف مقابل لا شيء، لكن حكم الفار احتسب ركله جزاء لصالح نيجيريا بعد ما كان بكاري جاسم ما حسبهاش ركله جزاء. يعني اتحسبت فعلا؟ اتحسبت. حكم الفار هو اللي ساعد الحكم انه يحسبها ركله جزاء. والله هو عايز اقول لك حاجه، انا اتفرجت على الفار كتير
وفي قرارات خاطئة في الفار يعني واضحة جدا طبعًا. جدا جدا زي ما يكون الفار ده فار واحد واحد رأي الجزائر احتسبت وفي الاخر نيجيريا تعادل. طبعا يعني انا طبعا رأي الجزائر اذا ما وصل يعني اذا انا رأي مش ما توصل المباراة الجزائر اذا ما خدتش البطولة في حاجة غلط لان هو احسن فرقة في البطولة والمنطق يقول كده يعني احسن فرقة بتلعب كرة في البطولة يا جزائر حقيقي حقيقي طبعا نيجيريا فريق كبير وعظيم وكل حاجة لكن يعني الشوط الاولاني اتفرجت عليه لا الجزائر اعلى كتير يعني وكان الشوط الاولاني ممكن يخلص 3-0 مستريح جدا ممكن يخلص 3-0 مستريح جدا بس في النهايه طبعا احنا ما شفناش اللعبه بس الزملاء بيبلغوني ادي بكاري جسام برضو اللي انتوا بتدوا له مباريات النهائيات الافريقيه ودايما متواجد اخطا في تقدير لعب او في احتساب ركله الجزاء الفار صلح له الخطا قبلها الحكم الاثيوبي حسب ركله الجزاء خطا لولا الفار كانت تتحسب ممكن كانت حسبت ركله الجزاء كانت حسب الضربه ادي ابرز حكمين في افريقيا بيديروا مباريات متتاليه عمره ما في بطوله مجمعه يا استاذ نبيل حكم طبعا بيديروا مباريات ما انا بقول لك هي المشكله ما هي في مشكله في لجنه الحكام في افريقيا وفي مشكله في التركيبه بتاعه الاتحاد الافريقي تشبه المشكله انت عارف زي ما قلت ان اتحاد الكره المصري مسؤول عن سوء اوضاع الكره المصريه اتحاد الكره الافريقي مسؤول عن سوء اوضاع الكره الافريقيه ويبدو ان خالتي زي خالتي محمد زي خالتي فتحيه الاثنين زي بعض وحاجه من هنا لابستين فدي مشاكل ملهاش اول ولا اخر لان الناس هيمها مصالحها الشخصيه ما حدش همه على المصلحه العامه يعني فكره المصلحه العامه دي يعني انا مش عايز اقول لك انا اعرف شخص اعرف اكتر من شخص معرفه شخصيه في اتحادكم على الاقل الراجل الكبير كنت اعرفه كويس يعني هاني ابو ريده شفته مليون كذا قابلنا انا هو كذا مره في الغردقه وهو بيتكلم انا كنت تخيلت ما هيبقى رئيس اتحاد كوره الدنيا هتبقى حاجه تانية خالص حاجه تانية خالص بالظبط فلقيت حاجه ثالثه او حاجه رابعه او حاجه خامسه سميها زي ما انت عايز تسميها مش عارفين دي مش عارفين نعمل مسابقه ونعمل حسابات ناس ومش عارف نخاف من الناس وناخد قرارات غلط ونخلي الاجانب من 3 لـ4 عشان نراضي حد تاني جاي عايز اربع اجانب في فرقته فنوفر له ده طب لو عايز 5-6 ويجيبهم من شمال افريقيا تبقى نخلي شمال افريقيا لاعب مصري يعني يعامل معامله يعني تعرف ايه حسب المزاج يعني احنا بنعمل قوانين حسب المزاج مش بدراسه لا طبعا ما فيش خطه عمل فيطلع ان مصر هدي في مصر فارقه ما عنديش راس حربه في مصر ده حقيقي العمله بقت نادره جدا ودلوقتي يعني كبيرها بنطلع باك شمال بالعافيه باك شمال موجود بالعافيه صح حتى الباك رايت محترف في الخارج ومش في الكلاس ايه مثلا مش في الارسنال مش في ليفربول في مانشستر يونايتد لا يعني درجه تانية وحتى الانديه الادنى في يعني حتى الأولى. في الافاضل الديفندر عند طارق حامد ما عنديش هاف تاني جنبه في مستواه يعني طبعا الدوري المصري فيه انا بتكلم عن المنتخب القومي الحالي هو الاختيار النهائي في المنتخب بالظبط يعني عايز اقول لك بتتكلم على يعني تريزيجيه لعيب كان كويس في ماتش مش احد مشاكل تريزيجيه انه مش ثابت المستوى يعني اللي مخلي تريزيجيه رغم انه بيلعب بره بقاله 3-4 سنين في قاسم باشا مش عارف ياخد الخطوه الاعلى انه مش ثابت المستوى يعني ما بيلعبش بمستوى ثابت لا مباريات ورا بعضها ولا في نفس المباراه نفسها يعني يرتفع مستواه لدرجه مذهله جدا ولا احسن لعيب في العالم حقيقي وفجاه تلاقيه كيرف نزل هبوط حاد جدا طبعا عنده قرارات كتيره مش صحيحه الفينش غير قرار الفينش يعني قرار التمرير قرار يتصرف الكره ازاي يعني احيانا ترقص كان واجب يمرر او يمرر وكان واجب يرقص في عنده مشكله في القرار الجهاز اللي رغم انه هو لا هو طبعا انا رايي انه من سوء حظه انه ما اتدربش تحت ايد مدرب كبير قوي يعني مثلا قبل يورجن كلوب بالنسبه لصلاح سبليتي شوف الفرق بين اداء اداء صلاح في بازل ومانشستر وتشيلسي وفرنتينا ولما مع سباليتي وفرنتينا ومع سباليتي في روما انطلاقه تانية شوف سباليتي عمل ايه في روما وشوف الطريقه اللي بيتمركز بيها وبيتحرك بيها مع يورجن كلوب صح المدرب ليه دور كبير جدا في طبعا في تطوير تريزيجيه يعني. لو كان وقع في مدرب من المدربين الكبار دول وكان عدل
من افكاره وطريقه ادائه كان عمل له نقله صح. لكن الولد بيجتهد بنفسه وانا ما اظنش انه مدرب قاسم باشا يعني حاجه ضخمه جدا، فمش عارف يعمل النقله اللي هي تنقله من فلك لفلك اخر. والفريق كمان في وسط الجدول مش فريق كبير يعني، حتى الاسامي اللي معاه اللي ممكن تبقى في يعني هو ممكن يتنقل من ليفل لليفل وليفل عالي جدا. اتمنى عنده هو عنده الامكانيات، بس الانتقال من ليفل لليفل ده عايزه تدريب مختلف دلوقتي. يعني هو طبعا لو اتنقل الدوري الانجليزي وحظه جه مع مدرب كويس هيفرق كتير جدا جدا في ادائه ويبقى حاجه تانية. مهم المدرب، مهم جدا. في ناس كتير مش واخده بالها من اهميه المدرب، يعني فكره التدريب النوعي دي مهمه جدا جدا جدا. ازاي تفكر وازاي اقعد معاك، لان فكره الثقافه نفسها بالظبط يعني اهم ما في لعيب الكره وقراره. يعني انا ممكن اكون في المهارات متوسط لكن قراراتي صحيحه، باخد القرار في الوقت المناسب والقرار الصح، يعني برقص في التوقيت الصح ومرر في التوقيت الصح واعمل الباصه الثرو في التوقيت الصح. بلعب السهل. وفي لعيبه كثيره جدا كانوا كده وعمره مثلا ما رقص لاعب يعني، لكن عينيه ورجليه وعضلاته التوافق بينهم ودماغه وذكائه حاجة تانية. طيب البطولة على المستوى الفني بطولة قوية؟ بطولة متوسطة؟ لا قوية طبعا. هل على فكرة أعلى من البطولة اللي فاتت. طب هل بمقياس الأدوار النهائية ولا البطولة إجمالا؟ لا البطولة إجمالا أقوى من البطولة السنة اللي فاتت من 2017 أقوى كتير يعني. طبعا احنا كل سنة عدد اللعيبة المحترفين بيزيد، عدد اللعيبة اللي بتلعب في أندية أعلى بيزيد. أنا عندي المرة دي فرقة الجزائر اللي نتكلم عليها فيها 13 لاعب بيلعبوا فرق كبيرة في الدوريات الخمسة الكبرى. فشوف شكل الفرقة شكله إيه. صح. نيجيريا عدد اللي بيلعبوا في الدوريات الخمسة الكبرى في الأندية أقل شوية. الجزائر هي رقم واحد. فعندي كل ما بيزيد عدد اللعيبه المحترفين اللي بيلعبوا في انديه معقوله زمان اول خالص كان في عدد افريقيا كتير جدا بيلعبوا بره، بس درجه تانية او درجات في الانديه الاوروبيه اللي هي في نهايه الدوري مش في القمه. تمام. لكن انت عندك دلوقتي لعيبه افريقيا بيلعبوا في القمه. وتوقيت البطوله ساعد الكل انه يكون موجود. طبعا، لان هم كلهم خلصوا ومبقاش خايف على رجليه لانه عنده اجازه بعد كده وبتاع وحاجات زي كده. يعني يورجن كلوب مدي صلاح واحد ثلاث اسابيع راح بالظبط. فيعني لو في اي اصابه، لو في اي وجع، لو في اي حاجه هيقدر يستشفى في هذه الفتره. فطبعا ده مستوى البطوله، مستوى التدريب والوعي، مستوى الكره نفسه ارتفع لان بقت الكره اسرع، لان كل الناس بتتفرج دلوقتي على الكوره، وبالتالي رتم الكوره بقى اسرع، ايقاع بقى اسرع، الوعي التكتيكي للاعيب بيزيد لان اللعيبه بتتفرج وبتشوف، فوعيها بيزيد وبالتالي المستوى بيرتفع. فالمستوى انا رايي انه مرتفع. طيب قبل ما نروح للجزء الاخير من حلقتنا النهارده، يمكن معانا تقرير برضو لنقاد رياضيين بيتكلموا يا استاذ نبيل على رايهم في بطوله الامم فنيا، هل كان المستوى قوي، مستوى متوسط، المستوى ضعيف؟ نسمع نشوف اراء النقاد الرياضيين في هذه المساله، وجهه نظرهم البطولة السنة دي في مصر 2019 هل كانت أقوى من البطولات السابقة في ظل أن عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة بالتأكيد زاد بعد القرار الجديد للاتحاد الإفريقي بزيادة المنتخبات إلى 24 منتخب؟ نسمع هذا التقرير ونشوفه ثم نعود الحديث مع الأستاذ نبيل عمر بعد هذا التقرير. انا شايف في مستوى يعني في كم ماتش كان حلو جدا يعني في مستويات عاليه، بس طبعا مع زياده عدد الفرق المنتخبات المستويات في مستويات كتير قوي بقت شبه بعضها، فالمنتخبات تحس ان الماتشات ما تعرفش تتوقع مين مع مين. مين كان يتوقع مدغشقر يوصل دور الثمانيه؟ طبعا مفاجاه. مين كان يصدق ان بنين توصل دور ال 16؟ مين كان يتوقع ان نيجيريا يعني الاكثر تتويجا في البطوله يطلعوا من دور ال 16؟
كان نيجيريا او سوريا الكاميرون سوريا او مصر والمغرب. يعني مفاجآت كبيره. يعني احنا كنا بنتوقع ان النهائي يبقى في الدور الثمانية هنلاقي كل الكبار. لا احنا الدور الثمانية لقينا فيه مفاجآت. المستويات في افريقيا بقت كلها تقريبا متساويه، وحتى اللعيبه المحترفه للمنتخبات بيبقوا راجعين منهكين جدا يا جماعه. يعني موسم، يعني صلاح لعب كام ماتش؟ صلاح لعب 65 مباراه، ومباراه يعتبر كلهم مستوى اول، يعني جاي خلصان. وحتى لما ريح اسبوع 10 ايام الناس ما سابتوش في حاله. يعني هو كان جاي ما عندوش اللي يطلعه اللي مستنينه صلاح، غير طبعا الفنيات بتاعه المنتخب مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي، لكن يعني النجوم حتى ساديو ماني، يعني ساديو ماني ما ظهرش، محرز بيظهر على فترات ويختفى على فترات. يعني النجوم اللي احنا مستنيين نتفرج عليهم، يعني حتى كوليبالي، حتى مع مش هو كوليبالي بتاع نابولي، كل النجوم الافارقه اللي احنا كنا مستنيين منهم اداء، لا مش هم. وفنيا الفرق اللي استعدت صح وبدات صح وعسكرت صح هي اللي وصلت. يعني نيجيريا جت قبل البطوله امتى؟ عسكرت فين؟ عسكرت في اسماعيليه، هو مجموعتها في اسكندريه، قاعدين ومركزين، عشان كده لقيناها فين؟ وصلت. مش بحجم بطولات سابقه، لانها اول مره تنعقد بعد انتهاء مواسم اوروبا. يعني اللعيبة جاية مستهلكة من تور مع أنديتها، النجوم الغوالي تحديدا، لكن هيعتادوا ده لأنه خلاص بقى عندهم فترينات عرض جديدة اسمها أمم أفريقيا ب 24 منتخب. وكان يعني الحظ حليف أفريقيا، اللي لما تعرف 16 بواحد ليه التصويت، أولا الدولة الوحيدة هي ناميبيا تقريبا، لأنها ناميبيا وبتسوانا جزء من جنوب أفريقيا، تغلق عليهم حتى الحدود بحكم الجغرافيا يعني. لكن الكل لما لقى 4 شهور ونص فارقة لم يكن أمامه إلا اختيار مصر اللي عملت الاتحاد الأفريقي في العام 57 من القرن الماضي، واللي وضعت أسس كرة القدم التي كانت تلعبها قبل وجود اتحاد أفريقي. كان هناك اتحاد مصري من العشرينات، ومن ثم أعتقد أن احنا ما شفناش أفضل شيء، لكن البطولة الآن هتعمل زخم للأندية وللاعبين في بلادنا المحترفة إن شاء الله، والاحتراف هيزيد مع كل اللي شفناه ده. وننتظر فقط إرادة الدولة كما كانت إرادتها حاضرة في تحضير ملاعب عالمية. عندنا الوقت أرينا القاهرة زي ما في أرينا برلين مثلا، مش شبه لكنه نسخة، وبالتالي الباقي هو استيراد الورقة ثم ترجمتها للعربي. يعني لن نشارك بقى في ورش عمل لوضع نظام، ليه؟ ما كل العالم فيه نظام، هاتوا يا سيدي استورده ونفذه، شكرا، مش عايزين منك اي حاجه غير كده. وبالتالي هي البطوله الانجح، هي البطوله الاعظم، لانها في المحروسه العظيمه دي مش انحياز لبلادي، 8 منتخبات اضافيه عن النصف بطوله، لم تلمح شكوى واحده، 12 منتخب في غرب القاهره فقط بجماهيرهم ببابا غنوجهم بكله، ولم تلوح شكوى واحده، وبالتالي اعتقد القادم افضل بكثير ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. وفي ختام هذه الحلقه بالتاكيد ده مهم جدا اسمع راي الاستاذ نبيل عمر بعد هذا التقرير، لكن النهارده بالتاكيد مباراتين مهم جدا اسمع رايه في فوز السنغال على تونس وتاهلها للمباراه النهائيه، وحتى هذه اللحظه ان الجزائر ونيجيريا تعادل ايجابي بهدف لكل فريق. هو طبعا انا كنت يعني كل المصريين تقريبا كانوا بيتمنوا ان يبقى النهائي عربي تونس والجزائر عشان ننقسم ما بين الجزائر في حبنا لتونس والجزائر. لكن احسن فرقه في البطوله هي الجزائر. تاني احسن فرقه في البطوله نيجيريا. حقيقي المستوى الفني في المستوى الفني بالظبط. يعني دول فرقتين تونس، يعني الجزائر ونيجيريا بيلعبوا النهائي مبكر. مظبوط. باي مقياس بيلعبوا النهائي مبكر. بالنسبه لتونس والسنغال الماتش فيه تكافؤ، التوانسه كان مستواهم بيرتفع بالتدريج. صح. النهارده حارس المرمى اخطا هو اللي خرجهم تاني، اخطاء عاديه، وانا ما اعرفش تونس طول عمرها عتوقه وشكري الواعر، يعني طول عمرها عندها حراس مرمى عظام، انا ما اعرفش ايه اللي حصل وازاي ما عندهمش حارس كبير، وهم طبعا تونس مجنونه كوره زينا تمام، وبالتالي ده شيء وانا ما كنتش عارف النهارده مين يكسب.
يعني انا مرشح الجزائر تكسب نيجيريا رغم ان نيجيريا تاني احسن فرقه تلعب كوره. طبعا يعني نيجيريا الحاجه الوحيده الميزه فيها مقابل الجزائر هي العامل البدني طبعا. مدرب الماني كمان معاه والمدرب الألماني. لا هو انا جمال بالماضي عاجبني جدا طبعًا. فكره انه مسيطر اولا نجوم الجزائر كبيره جدا طبعًا. فكره انه مسيطر على نجوم الجزائر حاجة ده رائعة. مدرب عظيم يعني طبعًا. وبالتالي انا كنت طبعا واقرر العباره دي لو ما وصلتش النهائي يبقى في حاجه غلط في حاجه في كره القدم نفسها غلط بصراحه طبعًا. لان هي انا رايي انه احسن فرقه بتلعب وانا عايزين وبعدين احنا عايزين نروح الاستاد عشان نشجع الجزائر في النهائي ان شاء الله باذن الله. استاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي بالاهرام انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاحوال يعني المعلومات والاراء الفنيه التحليليه الممتازه اللي انا بالتاكيد استفدت بيها وشرف لي ان انا موجود مع كاتب صحفي كبير في الاهرام. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا فندم شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا في ختام حلقه برنامج الاهلي الليله. النقد الرياضي او التحليل الرياضي في الامور الفنيه او الامور الاداريه لما بتنظم بطوله مهمه جدا وانت في المراحل الختاميه عشان تشوف التقييم ايجابي سلبي سواء على التنظيم الاداري او على الناحيه الفنيه في تقييمك للبطوله بشكل عام. حلقة كانت مهمة سواء على الصعيد الفني أو على صعيد النقد الرياضي لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق لمصر إن شاء الله. الختام الجمعة القادم نشوف مباراة قرنفال نهائي حضور جماهيري مهم جدا كبير في استاد القاهرة إن شاء الله في المباراة الختامية يوم الجمعة القادم وبإذن الله ألتقي مع حضراتكم في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة وشكرا وإلى اللقاء.